مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. مشوار الاهلي مستمر في الدوري الممتاز، المباراه المؤجله اللي بنتمنى ان شاء الله انه يوفق فيها فريقنا ويفوز بهذا اللقاء غدا امام المقاولون العرب. دي المباراه المؤجله من الجوله السادسه من الدوري الممتاز هذا الموسم، واللي باذن الله في حاله الفوز بيها بيتسع فارق النقاط بين الاهلي واقرب المنافسين اللي في المركز الثاني حاليا فريق الاسماعيلي، ويصل الفارق ان شاء الله في حاله فوز الاهلي بهذا اللقاء الى 12 نقطه. السيناريو بيشبه ما حدث عام 84، مباراتين متتاليتين بين الاهلي والمقاولون العرب، مباراه الغد المؤجله والمباراه التي تليها مباشره بين الفريقين ايضا الاهلي والمقاولون يوم الاحد القادم. السيناريو ده اتكرر سنه 84، ولكن ما كانش كل المباريات اللي تمت بين الفريقين او اللي حصلت فيها مواجهه بين الفريقين في مباريات متتاليه ما كانتش في البطوله المحليه فقط، كانت مباراتين في بطوله افريقيا لابطال الكؤوس بين الاهلي والمقاولون العرب، وايضا تخلل هذه المباريات مباراه واحده المباراه الثالثه بين مباراتي دوري افريقيا او بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس، كانت المباراه الثانيه في الثلاث مباريات فقط هي مباراه الدوري الممتاز، وفاز بيها في هذا التوقيت عام 84 الاهلي 2-0، بينما انتهت المباراتين في البطوله الافريقيه بالتعادل، انتهت مباراه منهم بالتعادل السلبي والمباراه الاخرى انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل من الفريقين. هنتعرف على تفاصيل اكتر عن استعدادات الفريق، الكل بيتكلم عن جدية الاهلي وتركيزه الكامل في كل المباريات، انه مفيش اي مباراة ولا نقطة من نقاط الدوري تقبل التهاون. كابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني واللاعبين الكل بيقول ان بنلعب كل مباراة من اجل تحقيق هدف واحد هو الفوز بنقاط المباراة وصولا الى لحظة الحسم وحسم نقاط ومسابقة وبطولة الدوري العام رسميا هذا الموسم ان شاء الله. هنعرف تفاصيل اكتر عن استعدادات الفريق وكيف يستعد لهذا اللقاء المهم اللي ان شاء الله يكون ايضا من اللقاءات المؤثره جدا لصالح فريق الاهلي في حسم النقاط وفي زياده مساحه الفارق والاطمئنان اكبر ان شاء الله في المباريات القادمه مع اتساع الفارق في حاله الفوز غدا ان شاء الله اذا ما وفقنا وفزنا باللقاء امام المقاولون العرب. هنعرف اخر الاستعدادات من خلال متابعه زميلنا محمد سعيد مراسل قناه الاهلي للتدريبات وشغل الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري مع نجوم ولاعبي الفريق. محمد مساء الخير. مساء الخير زميلي محمد الجندي، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. قول لنا ايه اخر التطورات واخر الاخبار من خلال تواجدك في الملعب وطبعا على هامش تدريبات الفريق، قول لنا اخر المعلومات اللي توصلت اليها النهارده. اخر المعلومات اللي توصلت اليها يمكن عايز اقول لك منذ لحظات الجهاز الفني انهى المحاضره الاساسيه والرئيسيه للفريق عقب تناول وجبه العشاء داخل فندق الاقامه، وهي محاضرات مهمه جدا بيعقدها الجهاز الفني للاعبين من اجل الاستعداد الفني وفي نفس الوقت الاستعداد النظري للمباراه القادمه هي مباراه المولي العرب. والحديث عن المحاضره وحديث الكابتن حسام البدري مع اللاعبين في هذه المرحله بالنسبه للمباريات المتعاقبه في الدوري العام، يمكن الكابتن حسام يعني قال كلمه مهمه جدا للعيبه خلال المحاضرات الاخيره وحتى النهارده، قال لهم احنا هنلعب مباراتين مع المقاولون العرب في مده وجيزه في اقل من 96 ساعه، لكن احنا بنتكلم عن المباراه الاولى، يعني رفض ان هو يتكلم عن احداث المباراه الثانيه او الاستعداد للمباراه الثانيه الا لما يكون الاهلي لعب المباراه الاولى، بحيث ان هو مش هيتكلم عن المباراه الثانيه الا لما يكون يشوف نتائج المباراه الاولى، سواء لو في انذارات او لا قدر الله في اصابات او حسب نتيجه المباراه الاولى عندما يواجه الاهلي فريق المقاولون العرب، وبالتالي الجهاز الفني بيشتغل على المباراه الاولى فقط وكل مباراه على حده، وبيدرس المقاولون العرب من خلال بعض الهايلايتس اللي اعدته اللجنه الخاصه بالاحصاء والتحليل لفريق المقاولين في الدوري العام عن مباراه الغد باذن الله. ده هذا شق فني وشق نظري، اما بالنسبه للتدريبات كابتن حسام يمكن اشتغل النهارده مع الفريق في المران ليله المباراه على الجزء البدني الخفيف والمران الترفيهي اكتر، بحيث ما يكونش فيه اجهاد وما يكونش فيه حمل بدني زائد على اللعيبه، خاصه ان المجموعه اللي بتشارك في المباريات الاساسيه خلال الفتره الاخيره بيحتاجوا 48 ساعه للاستشفاء ما بين مباراه واخرى، فبالتالي الجهاز الفني النهارده كان تدريب خفيف ما استمرش حوالي اكتر من ساعه، لكن سبقوا حوالي 30 دقيقه محاضره فيديو داخل غرفه خلع الملابس، كل اللعيبه شاركت في التمرين ما عدا طبعا اللعيبه المصابه واللي خرجت من مباراه المولين المعسكر زي علي معلول وزي ايمن اشرف وسعد سمير واحمد حمدي ومروان. ما هو ده اللي بيخلينا نسالك دلوقتي، ده مرتبط بكلامنا عن القايمه وعن اختيارات كابتن حسام البدري اللي هنستعرضها معاك ومع مشاهدينا دلوقتي. كابتن حسام اختار لهذا اللقاء 21 لاعب، محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، باسم علي، محمد هاني، محمد نجيب، صبري رحيل، احمد فتحي،
محمد عبد المنعم، عمرو السوليه، هشام محمد، حسام عاشور، عبد الله السعيد، جونيور اجاي، وليد ازارو، صلاح محسن، باكا، احمد ياسر ريان، ميدو جابر، واسلام محارب، وكريم ندفد. هل ده كان يعني لسبب او اخر الامور فرضت نفسها على الكابتن حسام، ولا دي اختياراته يعني بحريه كامله امامه كل الاوراق، ولا في بعض الغيابات او الاصابات او عدم الجاهزيه اللي فرضت عليه انه الاختيارات بتستبعد عدد من نجوم الفريق في هذا اللقاء؟ هو لو نظرنا يا كابتن زميلي محمد الجندي لاختيارات الكابتن حسام بالمباراه السابقه وهي المباراه الحاليه، يعني مثلا المباراه السابقه كان صبر رحيل خارج قائمه ال 18، المره دي هو متواجد في القائمه وبشكل كبير سيتواجد في التشكيله الاساسيه او سيتواجد في قائمه المباراه غدا، خاصه ان علي معلول الظهير الايسر الوحيد في التشكيله الاساسيه اصيب وخرج من استعدادات مباراه المقاولون العرب. ايضا ايمن اشرف احد الحلول الفنيه اللي كانت بتشارك في خط الدفاع وقد يكون مشارك في الجبهه اليسرى نتيجه اصابه علي معلول اصيب هو الاخر، فبالتالي اصبح لا بديل امام الجهاز الفني سوى صبر رحيل للتواجد داخل القائمه. المشاركه الاساسيه او المشاركه او التواجد في القائمه هو اختيار فني سيتحدد غدا، لكن لو نظرنا الى عدد من اللاعبين ايضا مثل باقه، يعني خلال الفتره الاخيره اللائحه والقائمه المحليه تجبرك على تواجد ثلاث لاعبين فقط في قائمه المباريات، وبالتالي خروج علي معلول ايضا من قائمه مباراه المقاولون العرب يعطي الفرصه لتواجد باقة مع وليد ازارو ومع جونيور اجاييه في التشكيله او في قائمه ال 18 غدا. اذا بعض الاصابات بعض الغيابات قد تعطي حلول فنيه للجهاز الفني في اختيارات عدد من اللعيبه من اللاعبين خلال المرحله القادمه او تحديدا في مباراه المقاولون العرب. ولا اخفى عليك سرا ان دائما وابدا خلال الفتره الاخيره خط الدفاع هو الخط دائما المليء يعني الحظ السيء نتيجه اصابات عدد من اللاعبين، يعني اصابه سعد سمير، اصابه رامي ربيعه، ايمن اشرف اللي بيجيد هذا المركز خلال هذا الموسم بشكل رائع جدا اصيبه للاسف خلال المباراه الاخيره امام نادي الاتحاد السكندري، وبالتالي اصبح لدى الجهاز الفني عوده محمد نجيب اصبحت هي الشيء اللافت للنظر انه سيغطي هذا الثغره الدفاعيه بتواجده بجوار محمد هاني. احمد فتحي او باسم علي ايا منهما سيتواجد في الجبهه اليمنى تتوقف على مشاركه حسام عاشور في وسط الارتكاز، خاصه ان عاشور يعود لقائمه المباراه اليوم بعد غيابه عن المباراه السابقه. اذا زميل الجندي محمد الجندي هي اختيارات بتتوقف على حاله بعض اللاعبين، استعدادات بعض اللاعبين، وايضا الاصابات التي تطرا على قائمه الفريق نتيجه ضغط المباريات خلال الفتره الاخيره. اخيرا، هل الكابتن حسام واللاعبين بيتكلموا عن التركيز على المباراه دون النظر على الاطلاق لفارق النقاط بيننا وبين المنافسين؟ هل التركيز ده الجهاز حريص على انه ينقله طول الوقت للاعبين عشان ما يبقاش فيه اي نوع من التراخي او حاله الثقه المبالغ فيها نظرا لفارق النقاط الكبير؟ اكثر حاجه لاحظتها في تصريحات الجهاز الفني بخصوص مباراه المقاولون العرب خلال الساعات القليله الماضيه ان التركيز اكثر هيكون على مباراه المقاولون العرب الاولى، يمكن يعني الفريق حتى في عدد من اللاعبين او حتى وسائل الاعلام منشغله شويه اكثر بناحيه الاحصائيات والارقام ان الاهلي هيلعب مباراتين مع نفس الفريق خلال 96 ساعه، وده ما اتكررش منذ حوالي 25 30 سنه، فالجهاز الفني ركز على الجزئيه دي وقال انا بركز على المباراه الاولى فقط. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، الجهاز الفني واللعيبه شايفه مباراه بكره مباراه مهمه جدا. ليه؟ لان هي مباراه مؤجله، الفرق 9 نقاط امام اقرب المنافسين فريق النادي الاسماعيلي، الفوز باللقاء المؤجل يوسع الفرق الى 12 نقطه، وكلما زاد فرق النقاط كلما اعطى اريحيه للاعبين والجهاز الفني في المباريات القادمه مع تولي المباريات، خاصه ان شهر فبراير سيرى الاهلي فيه عدد من المباريات المضغوطه في مسابقه الدوري العام من حوالي من 4 إلى 6 مباريات حتى نهايه هذا الشهر، وبالتالي الجهاز الفني يرى ان الفوز على المقاولون في المباراه المؤجله مباراه حتميه الانتصار فيها هام جدا لتوسيع الفارق وايضا تصدير الاحباط للمنافسين بان مسابقه الدوري مع كل مباراه بتقترب شيئا 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 فشيئا مع فريق النادي الاهلي. بشكرك زميلنا محمد سعيد مراسل قناة الأهلي، كان متابع للتدريبات ولمعسكر الفريق والاستعدادات النهائية وتوجيهات الكابتن حسام البدري، الجزء الخاص بالمحاضرة الفنية اللي بتسبق المباراة، وأيضا كل ما يتعلق بالحالة النفسية وتجهيز اللاعبين وتركيزهم الكامل دون النظر لأي فارق نقاط يميزنا في هذه المرحلة من مسابقة الدوري عن أقرب المنافسين، إن ده لا يؤثر على الإطلاق على التركيز والجدية الكاملة واللعب بروح قتالية في كل المباريات المهمة، وطبعا أولها هو لقاء الغد أمام المقاولون العرب المباراة المؤجلة من الجولة 6. بشكرك زميلي محمد سعيد. هرجع مع حضراتكم سريعا للي أشرنا إليه عن الاختيارات اللي كانت متاحة أمام الكابتن حسام البدري. طبعا طبقا للأخبار الموجودة قدامنا وجاهزية عدد من نجوم الفريق وعدم جاهزية البعض الآخر،
في حسابات بتكون فنيه، الكابتن حسام عنده اوراق رابحه كثيره جدا، وده اللي دايما بنقوله انه ثراء موجود في الاوراق، عدد الاوراق الجاهزه للدفع بها في اي مباراه، وده دايما سمه بتميز فريق الاهلي عن اقرانه او عن منافسيه، وهو دايما الاوفر حظا في هذا الاتجاه لانه بيكون دايما ادارات النادي الاهلي المتعاقبه والمجلس الحالي بالتاكيد ولجنه الكره ولجنه التعاقدات بيكون في حرص على دعم الاهلي باكبر عدد من العناصر المتميزه علشان الارتباطات يعني على كافة المستويات محليا ودوليا يكون عنده الأوراق والعناصر الجاهزة لتمثيل الأهلي وتحقيق طموحات أعضائه وجماهيره بالشكل الأمثل سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ده بيدي طبعا أفضلية للجهاز الفني للأهلي وللمدير الفني الكابتن حسام البدري، وهو حسب الأخبار الموجودة أمامنا الآن أنه وفقا للأسباب الفنية في عدد من اللاعبين خارج قائمة هذه المباراة، حسام غالي، أكرم توفيق، محمد شريف، محمود الجزار، أحمد حمودي، دي اختيارات البعد الفني فيها هو الغالب للجهاز الفني، وهو قراراته الفنية لم تشمل هذه الأسماء السابق ذكرها. مجموعة أخرى من اللاعبين لأسباب تتعلق بالإصابات، ومنها طبعا خط الدفاع اللي هو الأكثر عناصره الأكثر عرضة للإصابة خلال الفترة اللي فاتت، وده اللي بيضع الجهاز الفني دايما في مواقف صعبة وتحديات بتخليه يشوف أفضل العناصر والتباديل اللي ممكن يجريها الجهاز الفني واللاعبين اللي ممكن يغير مراكزهم بشكل طارئ ويعتمد عليهم خلال أحداث المباراة نفسها لو خرج لاعب مؤثر في خط الدفاع أو خلال التجهيز لأي مباراة بيغيب عن قائمتها عدد من نجوم الدفاع في الفريق. المجموعة اللي خرجت لعدم الجاهزية البدنية أو الطبية سعد سمير، رامي ربيعة، أيمن أشرف، مروان محسن، علي معلول، أحمد حمدي، ووليد سليمان. طبعا هنرجع نتكلم بالتفصيل النهاردة عن تاريخ لقاءات الفريقين وذكريات جميلة عن لقاءات الأهلي والمقاولون العرب، وجدير بالذكر أنه المباراة اللي أشرت إليها مع حضراتكم في بداية هذا اللقاء بين الفريقين واللي انتهت بالتعادل 1-1 سنة 84 في بطولة أبطال الكؤوس، البطولة الأفريقية لأبطال الكؤوس، أحرز هدفي الفريقين، هدف النادي الأهلي أحرزه النجم الكبير نجم نجوم الفريق في هذا الوقت في ذاك الوقت كابتن محمود الخطيب، والراحل أيضا نجم كبير من نجوم الكرة المصرية ونادي المقاولون الراحل كابتن ناصر محمد علي أحرز هدف المقاولون العرب في هذه المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين. هنتكلم باستفاضة النهاردة عن استعدادات الفريق وعن مشواره في الدوري الممتاز وعن طريقة أداء الفريق في ضوء طبعا متابعتنا للنتائج والأرقام الخاصة بالفريقين وطرق اللعب وأسلوب اللعب اللي بيعتمد عليه كل جهاز فني من الجهازين الفنيين للأهلي وللمقاولون العرب. وأيضا هيكون معنا في الاستوديو بعد قليل اثنين من كبار نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا ويكلمونا عن تاريخهم في هذه اللقاءات أمام المقاولون العرب ورؤيتهم لمسار أو لمستوى أداء ومنحنى أداء فريق الأهلي هذا الموسم، الكابتن ماهر همام والكابتن فوزي سكوتي. الجدول الدوري بيقول الأرقام عن هذا اللقاء كالتالي: الأهلي في المركز الأول لعب 21 مباراة، فاز في 17، تعادل في 3، خسر مباراة واحدة، له 47 هدف، عليه 12 هدف، والفارق لصالحه 35 هدف، ورصيده الحالي 54 نقطة. والمقاولون العرب في المركز السابع لعب 21 مباراة، وأيضا فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات، له 27 هدف وعليه 24 هدف، والأهداف الفارق لصالحه 3 أهداف ورصيده الحالي 31 نقطة. هنرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم بعد قليل ونتكلم عن رؤية ضيوفنا النهاردة في استاد الأهلي للفريقين وطريقة الأداء وشغل الأجهزة الفنية، وأيضا هنستعرض قائمة المقاولون في آخر لقاءاته بالدوري الممتاز ونشوف كمان الطريقة الأمثل اللي بيتوقع أنه يفكر أنه يواجه بها فريق الأهلي بقدراته والخبرات الموجودة في جهازه الفني وعناصره المتميزة ونجومه في كافة الخطوط اللي دايما بيمثلوا عبء على أي منافس في أي مباراة محليا أو دوليا، وأيضا ننظر من وجهة نظرنا فريق الأهلي كيف ينظر لهذا اللقاء وكيف يستعد فنيا وطريقة مواجهة الأهلي أمام الفرق اللي بتؤدي بأسلوب أداء المقاولون العرب. بعد قليل هنرجع نستعرض بعض الأخبار مع حضراتكم ونكمل كلامنا أو نبدأ باستقبال والترحيب بضيوفنا في الاستوديو الكابتن ماهر همام والكابتن فوزي سكوتي وحوار تفصيلي عن هذه المباراة وعن مشوار الأهلي في الدوري وصولا إلى مباراة الغد إن شاء الله واللي مهم جدا فيها الفوز ليتسع الفارق إن شاء الله إلى 12 نقطة. فاصل ونعود ونبدأ بعد قليل الحديث مع ضيوفنا في الاستوديو. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ما زلنا معكم من خلال استاد الاهلي. وفي بدايه هذا الحوار ارحب بضيفينا في استاد الاهلي ومن كبار نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا، الكابتن ماهر همام. مساء الخير يا كابتن ماهر. اهلا محمد، اهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معنا. وانا كمان والله سعيد بوجودك. ويسعدنا ايضا ان نرحب بالكابتن فوزي سكوتي من نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا. كابتن فوزي مساء الخير، سعداء بوجود حضرتك معنا. مساء الخير يا كابتن محمد، سعيد بوجودي معاك وكابتن ماهر طبعا. كابتن حبيبي يا فوزي، اهلا بيك كابتن فوزي. كابتن ماهر، مباراه الاهلي والمقاولون العرب في هذا التوقيت، الاهلي متصدر بفارق 9 نقاط. المباراه دي ان شاء الله لو فزنا بيها توصلنا لفارق نقاط يصل الى 12 نقطه في هذه المرحله من الدوري الممتاز. شايف المباراه دي ازاي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. محمد، احنا يمكن كنا قبل الفاصل او قبل ما نطلع الهواء كنا بنتكلم على تاريخ النادي الاهلي والمقاولون العرب بصراحه يعني، وتملي مباراه الاهلي والمقاولون العرب يعني بتتقابل بحماسه ودوافع ونديه بشكل كبير جدا يعني. ليه يا كابتن ماهر؟ ليه شكل خاص او دايما سمه خاصه لمواجهات الاهلي مع المقاولون العرب؟ بص، المقاولين في فترات كان بطل افريقيا، يعني حصل بطوله على البطوله الافريقيه مرتين، وكان عنده نجوم عظام، نجوم كبار لهم تاريخ وباع كبير جدا. من حراس المرمى يمكن عنده كان حارس عملاق الكاميروني بيل انطوان، ويمكن يعني جيلنا احنا يعرف بيل انطوان كان من احسن الحراس الموجودين في افريقيا. كان عنده خط ظهر قوي، عنده جمال سالم وعنده نبيل عمار، عنده لاعيبه نص ملعب سعيد الشيشيني كابتن الفريق، عنده هجوم حمدي نوح، ناصر محمد علي، نبيل ابراهيم، يعني مش عايز انسى اسماء، كله عبوده، كلهم لعيبه ليهم تاريخ وليهم باع كبير جدا في الدوري المصري ويمكن في البطوله الافريقيه. فكانت في نديه قويه جدا ان هم كانوا بيحبوا يلعبوا مباراه النادي الاهلي، لان هم بيلاقوا نفسهم في مباراه النادي الاهلي. يمكن كانوا كسبونا يمكن مباراتين قبل كده، يمكن في المباراه الافريقيه نفس الظروف، قابلناهم ثلاث مباريات في ابطال الكؤوس وبينهم مباراه بالزبط. في الدوري، ويمكن كان تاريخهم قريب جدا يا محمد، وقدرنا في ثلاث مباريات دول، يمكن المباراه الاولى يمكن حصل فيها تعادل 0-0، دي كانت في استاد القاهره، ومباراه العوده بقى دي كانت في بطوله افريقيا ابطال الكؤوس. المباراة العودة كانت في المقاولون العرب، متعادلنا 1-1، يمكن كابتن محمود الخطيب سجل هدف من الأهداف الجميلة يمكن في الزاوية الضيقة، ويمكن بيل انطوان يوميها كان في تحدي كده جواه، حارس عملاق، فاز الأهداف فيه مشكلة لأنه واحد من أفضل الحراس اللي شفناه في تاريخ الكرة، مش عايز أقول في أفريقيا بس يعني على مستوى العالم. يمكن أنا فاكر في لقطة إن هو يعني كان عصبي جدا بعد دخول الهدف فيه، لأن هو كان يمكن صرح قبلها إنه في بيتحدى محمود الخطيب لحد كابتن ماهر. وبعدين هو في المباراة دي حاولته كتير يا كابتن ماهر، وهو كان متألق بالظبط بيل انطوان لحد ما أحرز الكابتن محمود الهدف ده. أيوة، بطريقة خلاص مفيش حارس يقدر يتعامل معاها، لأن كان في فرص كتير جدا قبلها وانقذها، لكن طبعا الهدف ده كان هدف جميل جدا. الكابتن محمود الخطيب عمل برجله ونكش وكده بوش رجله في الزاويه الضيقه، هو فوجئ بيها، ويمكن زي ما بقول لك كده حصل نوع من العصبيه نتيجه ان هو صرح قبل المباراه قال لك ان مش هيجي فيها جول، وانا بتحدى في هنا بيل انطوان في قدامه الخطيب يعني طبعا. حفظ الالقاب بقى اللي بيحط الجون برضه، لاعب من اعظم اللاعبين اللي شفناهم. المباراه الثالثه يمكن كانت في الدوري وكسبنا فيها ايمن شوقي بهدف وربيع ياسين، فواضح ان كان في تحدي قوي جدا بين النادي الاهلي ونادي المقاولين من خلال ايامنا ومن خلال الاجيال السابقه. المره دي التحدي واضح ان يعني من خلال اداره المقاولين العرب والجهاز الفني ان هم قدروا يجمعوا لعيبه من اللعيبه المميزه في خلال هذه الفتره، يمكن معظمهم من المهاجمين اللي هم محمد نجي جدهم المهاجمين الخطرين، عندهم محمد فاروق، عندهم حسام باولو، ويمكن احمد علي هداف الفريق. طب هنوصل لده، لسه هنتكلم عن الشكل الحالي للمواجهات والمنافسه بين الفريقين، بس كلامك كابتن ماهر خلاني افكر في تساؤل موجود اعتقد عند بعض المشاهدين دلوقتي، هوجهه للكابتن فوزي ولحضرتك كمان. هل الامر مشابه للتاريخ اللي كان فيه فريق المقاولون؟ بمنتهى الامانه جات له فتره زي ما قال كابتن ماهر كان من افضل الفرق في مصر وفي القاره الافريقيه، وكان فريق بطل بيواجه الاهلي والزمالك بمستوى فني وبدني عالي جدا وبيحقق نتائج على المستوى الافريقي. الشكل ده اتغير، يعني نتائج المقاولون اتغيرت، ربما مع احترامنا الكامل لقدراته وجهازه الفني ولاعبين واداره النادي طبعا اللي بنحترمهم جميعا، لكن فنيا نتائجهم مش على مستوى الجيل اللي كنا بنتكلم عنه دلوقتي. كابتن فوزي، هل لسه نقدر نقارن بين مواجهات الاهلي مع المقاولون في هذا التوقيت مع هذا الجيل بالشكل اللي كان عنده او الامكانيات اللي كانت سابقا عند المقاولون ولا لا؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو طبعا مش هنقدر نقارن بين دلوقتي واللعيبه بتاعت زمان، يعني كل جيل ليه ظروفه، ليه في اي نادي طبعا. بس المقاولين زمان الكابتن ماهر فعلا
المقاولين كان فرقه قويه جدا، فرقه قويه، وكان يعني اللعيبه بتاعته بيطلعوا من جوه النادي، من جوه النادي عنده، كان بيجيب لعيبه كويسه جدا، كان معروف عنه قطاع الناشئين يعني كان مميز جدا يعني، وحتى حارس المرمى الافريقي ومازال مازال قطاع الناشئين مميز بصراحه يعني، يعني بيل انطوان طبعا زي ما قال الكابتن ماهر حارس مرمى خطير، وجمال سالم ونبيل عمار والشيشيني وناصر محمد علي وعبوده وعلاء نبيل، وطبعا كابتن حمدي نوح من اللعيبه برده اللي جت لعيبه كويسه جدا جدا. وكان برده المقاولين بياخد من الاسماعيلي يعني، برده كان بينقي من الاسماعيلي بعض اللعيبه الكويسه جدا. فاحنا كان ايامنا كان فعلا كانوا بيقولوا ان الناديين بينهم ما يشبه التوأمة او العمومه، وهم سلسله اولاد عم دلوقتي بالظبط يعني. ان ده سمه للفريقين عشان قال عثمان طبعا، فطبعا هم مع بعض يعني، وفعلا كانوا بيدعموا بعض حتى ماديا او مادا بيساعدوهم او الملاعب او فالتنسيق لانتقال لاعبين بينهم اسهل، فكان يعني سهل جدا، وكان فعلا بيدعم يعني. كان لعيبه المقاولين يعني كنا ايام كابتن ماهر والنجوم الموجوده كابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده والمجموعه الكبيره دي، مصطفى يونس اكرامي وثابت الله يرحمه، كان ماتشات قويه جدا يعني 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 الله يكون في عون بقى محمد عودة بكره يعني. احنا بنقول ان ايام المقاولين كان المقاولين يقول لك الاهلي ممكن يكسب، المقاولين لا ممكن يكسب، ممكن يتعادل، وكان ابطال ودخل خد بطوله دوري وخد بطوله افريقيا يعني، كان فرقه تختلف عن الوقت ده اللي احنا فيه بقى يا كابتن محمد. دلوقتي المقاولين يعني يمكن السنين اللي فاتت كان بيعاني من ممكن يهبط، ممكن ماشي مش يمكن السنه دي ماشي كويس جدا، يمكن حصل دروب معاه شويه، كان داخل في وسط الاربعه والخمسه، ودلوقتي يمكن حصل دروب معاه شويه، لكن واقف على رجليه يمكن من ضمن افضل من المواسم. انا قلت يا كابتن محمد قبل كده من ضمن يعني فريق المقاولين اعتبره الحصان الاسود يعني، الحصان الاسود السنه دي هو الاسيوطي فعلا، عاملين ماتشات كويسه جدا، عاملين عندهم لعيبه كويسه جدا يعني، لما نيجي نتكلم هنتكلم عليه. بس انا بتكلم ان ماتش المقاولين كان فاكر برده يمكن في الثمانينات برده في اول الثمانينات كان بيل انطوان، وقدرت اجيب جون برده في بيل انطوان، كان انك تجيب جون في بيل انطوان فعلا صعبه بطوله خاصه كان لا هو كان جون فعلا قوي جدا يعني فعلا، وساب بصمه في المقاولين العرب، وساب بصمه بعد ما مشي برضه. هو المباريات اللي اتكلم عنها كابتن ماهر دي كانت سنه 84، هي الفتره دي بدايه الثمانينات اللي كان فيها الاهلي تفوق او تعادل بهدف كابتن محمود الخطيب وهدف المرحوم كابتن ناصر محمد علي وتعادلوا 0-0 في المباراه الاولى، ده كان 84 يعني. فعلا الوقت ده كان المقاولون فيه يعني منافس عنيد جدا لاي فريق، حتى لو بنتكلم عن الاهلي بقدرته. لا فرقه قويه ومعمول حسابها وعنده خط دفاع قوي، وعنده حارس مرمى قوي، عنده خط دفاع قوي، عنده نص ملعب قوي جدا، هجوم سعيد الشيشين والحاجات يعني، مجموعه لعيبه كويسه جدا قدام، راس حربه خطير زي ما قلنا حمدي نوح ونبيل ابراهيم وبعد كده علاء يعني ناصر محمد علي طبعا الله يرحمه، عبوده افضل اللاعبين يعني طبعا شفناه يعني بالزبط. لما تشوف ناصر محمد علي بيفكرني وليد سليمان ان برده الجسم الصغير الحاجات دي، بس لعيب كوره الله يرحمه يا رب يعني، وان شاء الله يعوضوا بقى يجيبوا لعيبه تاني يعني. هنتكلم عن ده، هنتكلم عن الاختلاف يا محمد. الاختلاف زي ما انت قلت، لا الامور اختلفت يعني، الظروف دلوقتي اختلفت بشكل كبير جدا. النجوم اللي كانوا موجودين قبل كده في المقاولين العرب غير الموجودين حاليا، لكن النجوم من النادي الاهلي الموجودين حاليا لا حاجه يعني عظيمه، وحاجه تقدر تقول اكتر من 25 لعيب حتى لو في فارق مواهب يا كابتن ماهر لصالح الاجيال الاقدم في كره القدم بالزبط. لكن الاهلي بيقدر يحافظ على وجود افضل عناصر في الكره المصريه في كل جيل بالظبط مقارنه بالمنافسين. في بعض الانديه الثانيه ما قدرتش تكمل على نفس الشكل، يعني في صعوبه، لكن النادي الاهلي طول عمره محافظ على الجزئيه دي، طول عمره محافظ على اجياله، وكل جيل بيسلم جيل يعني. فجيل ده يمكن سلموا جيل قبل كده، جيل عظيم، الجيل ده كمان يمكن بصراحه بيحفر اسمه بتاريخ الكره المصريه بشكل كبير جدا، وتاريخ الكره الاهلاويه بشكل اكبر يعني. طبعا احنا اكيد واحنا بنتمنى الفوز بكره الفريق الاهلي بقياده الجهاز الفني والمدير الفني كابتن حسام البدري، بنؤكد ونتفق مع الكابتن فوزي كابتن ماهر تقديرنا لفريق المقاولون، تاريخه والجيل الحالي من اللاعبين بامكاناتهم المتاحه امامهم بقدراتهم، وان هم اتطوروا عن المواسم اللي فاتت زي ما قال الكابتن فوزي بيعتبرهم الحصان الاسود مع فريق الاسيوطي هذا الموسم لمسابقه الدوري الممتاز. واكيد بيسعدنا وجود مدير فني لاعب شاب عمره يعتبر صغير في السن مقارنه باعمار اللي بيتولى مهمه المدير الفني في الدوري المصري، هو من جيل الشباب في المدربين او المدراء الفنيين محمد عوده، وكان لاعب كابتن محمد عوده كان عنصر مميز جدا ونجم من نجوم المقاولون قبل مرحله اعتزاله وتوجهه للجانب الفني او للعمل في التدريب. هنستعرض مع حضراتكم موقف الفريقين، هنشوف مع بعض الارقام والجرافيكس الخاص بموقف
موقف الفريقين في مسابقه الدوري الممتاز. ونرجع لضيوفنا الكابتن ماهر همام والكابتن فوزي سكوتي للتعليق عليها ولتحليل وقراءه هذه الارقام. فيما يتعلق بموقف الفريقين، الاهلي زي ما قلنا 21 مباراه، فوز 17، تعادل 3، هزيمه مباراه واحده، له 47 هدف عليه 12 هدف، الفارق 35 هدف والنقاط 54 نقطه. المقاولون العرب في المركز السابع، الاهلي في المركز الاول، المقاولون العرب المركز السابع 21 مباراه، الفوز 8، التعادل 7، الهزيمه 6، له 27 عليه 24 الفارق لصالحه 3 اهداف والنقاط 31 نقطه. هداف الفريقين وليد ازارو من الاهلي 11 هدف، واحمد علي من المقاولون العرب 8 اهداف. وعندنا بعض النتائج او الارقام المتعلقه ايضا بتاريخ مواجهات الفريقين. ايضا الاهلي والمقاولون 69 مباراه عدد المواجهات، الفوز لصالح الاهلي 47 مقابل 6 مباريات فاز فيها المقاولون العرب، التعادل 15 مباراه، الاهداف 114 هدف احرزها فريق الاهلي مقابل 37 هدف احرزها فريق المقاولون العرب. هداف مواجهات الفريقين احمد بلال 7 اهداف من الاهلي مقابل المرحوم ناصر محمد علي 3 اهداف للمقاولون العرب. اكبر فوز 6-2 موسم 2002-2003، واكبر ده طبعا فوز حققه الاهلي على حساب المقاولون العرب عام 2002-2003 او في هذا الموسم، وفي موسم 82-83 كان اكبر فوز للمقاولون 2-0. 28 مباراه، اطول فتره مباريات دون هزيمه هي الاهلي والمواجهات المستمره دون هزيمه من المقاولون. استمر هذا السجل او هذا السيناريو ل 28 مباراه متتاليه بين الفريقين او لمواجهتهم المتتاليه، وايضا مباراتين هي اطول فتره دون هزيمه للمقاولون، لعب مباراتين متتاليتين مع الاهلي دون ان يتعرض للهزيمه، 9 مباريات، اطول سلسله فوز متتالي 9 مباريات للاهلي، وايضا نفس الرقم بالنسبه للفوز مباراتين للمقاولون العرب. كابتن ماهر تعليقك على او قراءتك وتحليلك للارقام اللي اشرنا اليها دلوقتي. التاريخ بيقول يا محمد ان النادي الاهلي اكثر فوزا بين المقاولين العرب، يعني 47 مباراه فوز مقابل 6 مباريات للمقاولين، ده بيوضح قوي تاريخ الفريقين من ناحيه المكسب. فالنادي الاهلي طبعا عدد مباراته اكتر كتير جدا من المقاولين العرب، يمكن هم متعادلين بس في حته المباريات، 15 مباراه تعادل 15 مباراه تعادل، يمكن الجزئيه دي هم اللي متعادلين فيها بشكل كبير. لو بصينا لعدد الاهداف 114 هدف، ده بياكد اللي احنا بنقوله ان النادي الاهلي طول عمره عنده مهاجمين على اعلى مستوى، طول عمره النادي الاهلي بيهدف بشكل كبير جدا، 114 هدف دخلوا مرمى المقاولين العرب، فده بيدل على النادي الاهلي اكتر تهديفا، يمكن دخل مرمى كبير يعني فرق كبير يعني في اربع اضعاف ل 37، يعني يمكن اربع اضعاف للنادي الاهلي معدل تهديف المقاولون في مرمى الاهلي. احمد بلال من ضمن الهدافين اللي هو الجيل الحالي الجيل السابق بسبع اهداف، وطبعا مرحوم ناصر محمد علي كان من ضمن الهدافين المقاولين العرب سجل 3 اهداف. يمكن الجيل ده بقى يمكن وليد ازارو هو اللي موجود على الساحه ب 11 هدف لحد مباراه غدا ان شاء الله، واحمد علي هداف المقاولين ب 8 اهداف. مباراه المقاولين الارقام كلها قبل اللقاء ده لصالح الاهلي بصراحه بتدل على ان الاهلي هو له اليد العليا في معظم المباريات اللي كسب فيها او معظم المباريات اللي قابلها مع المقاولين العرب. النادي الاهلي بيفرض سيطرته، النادي الاهلي بيفرض استراتيجيته على المباراه، وده واضح يمكن حتى كمان من السنتين الماضيتين في توليه الكابتن حسام البدري لمهمه التدريب مع النادي الاهلي، واضح ان في استراتيجيه موضوعه، واضح ان في اداء متميز، في خطه وطريقه لعب الناس بتنفذها بشكل جيد مع كل الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي حتى يومنا هذا. النهارده الجهاز الفني بيحس كمان على تشكيلة مناسبة لمباراة المقاولين العرب، يمكن مباراة الاتحاد اللي قبليها النادي الاهلي سجل 3 اهداف من الاهداف الجميلة المتنوعة اللي احنا بنستمتع بيها من ازارو من اجاييه ومن عبد الله السعيد البلي ميكر المميز اللي بيمتع جمهور النادي الاهلي وبيمتعنا احنا في ادائه. الله يكون في عون الجهاز. الفترة اللي فاتت يعني حط نفسه في منطقة متفرد بيها عبد الله السعيد حتى على مستوى لاعبي منتخب مصر، وافضل صانع العاب موجود على الساحة حاليا. بالظبط.
بالظبط. فانا عايز اقول ان الجهاز الفني عيني في كل مباراه محمد عنده صداع، عنده مشاكل، ويمكن مشاكل بيقابلها في اجهاد بكثره المباريات، الاصابات اللي بتصاب النجوم، ومعظم نجوم يمكن خط الظهر محمد معظم نجوم مش موجودين، يعني بين الاجهاد وبين الاصابات اللي ضربه يمكن اكبر خط اتاثرنا بشكل كبير. علي معلول وربيع وسعد سمير، معلول وربيع وسعد سمير ونجيب بين الحين والحين، يعني مره بيبقى مجهد ومره بيبقى مصاب. فانا عايز اقول بشفق على الجهاز الفني ان كل مباراه صعبه بالنسبه له، يعني التحدي اللي بيحسب للجهاز الفني ان كل مباراه بياخدها محمد تحدي بالنسبه له بثلاث نقاط، بيقول المباراه ديت هي دي المباراه اللي ممكن اكسب بيها الدوري العام. كابتن فوزي، شايف حضرتك ازاي الارقام دي، وهل متفق مع كابتن ماهر في ان المؤشرات كلها في صالح الاهلي قبل هذا اللقاء؟ زي ما قال الكابتن ماهر طبعا، يعني لما نيجي نحسبها كده، يعني الفوز 114 هدف و37 هدف، وبعدين الفوز 47 ضد ست مرات، يعني باينه قوي، يعني كان قبل كده في جيلنا احنا ما كانش كده، يعني برضو كانت العمليه قريبه شويه. دلوقتي فرقت جامد جدا الاجيال بعد كده ما شاء الله، وزي ما قلت لك المقاولين بقى يعني ما بقاش بنفس القوه اللي هو موجوده. حتى انا لما كان في يعني سمعت الكابتن عوده كان بيتكلم، يعني بيقول هو يعني بيقول شايل اهم الماتش الثاني يا كابتن ماهر. بقى طبعا شايل اهم الماتش الثاني، لان بيقول لك الماتش الاولاني هيجهدوا اربع ايام، هيجهدوا فيه قوي، يعني اللعيبه هتبذل مجهود جامد جدا. فدي نقطه، يعني نقطه مهمه جدا ان المدرب بيبقى شايل هم الماتش الثاني مش الماتش الاولاني كمان. طيب في هنا سؤال يا كابتن فوزي، هكمل طبعا الاستماع لوجهه نظرك، ولكن بعض الناس قد تتساءل هتقول طب هل المقاولون مش هيبقى عنده طموح مشروع في اللقاء ده رغم الفوارق اللي كلها بالارقام والحسابات؟ ولو فكرنا ودرسنا الامر بشكل علمي، الكفه الارجح هي كفه الاهلي ان شاء الله قبل اللقاء ده، لكن الحسابات او كره القدم لا تعرف المستحيل، ممكن المقاولون رغم الفوارق اللي قريناها وتابعناها مع حضراتكم مع مشاهدينا دلوقتي يقول انه عنده طموح جهازه الفني يشتغل على انها برضه بطوله خاصه له، ويشتغل على انه يحاول باي شكل يقدم افضل او ما يفوق طاقه اللاعبين في المباراه دي. لازم اعتقد نبقى عاملين حسابنا لحاجه زي دي. او طبعا هو المقاولين طبعا هو نازل الماتش بكره، يعني هو بالنسبه له في جدول الدوري زي ما احنا قلنا هو السابع، عنده 31 بونت، فمرتاح نفسيا، اللعيبه مش مضغوط قوي، مش مضغوطين قوي، يعني مش زي مثلا الاتحاد او زي وادي دجله او طنطا، يعني هو بيلعب هيلعب ماتش بكره اللعيبه بتاعته برده زي ما احنا قلنا، اللعيبه دي بيعتبروا الماتشات بتاعه الاهلي ده بالنسبه لهم يعني عيد، يعني هيلعب قصاد النادي الاهلي، مش عشان النادي الاهلي كمان، ده عشان جماهيريه النادي الاهلي والناس كلها بتتابع من اعلاميا هو كلاعب هيتشاف كويس، صحفيين من كل، فكل لعيب برده بيبقى برده عنده الحته بتاعه اللي عايز يحترف، عايز مستر كوبر مثلا في المنتخب يشوفه، فالماتش ده بالنسبه له هو بيأدي فيه تحدي للاعب، تحدي فيه، بس هو عامل برده عامل حساب فريق النادي الاهلي، يعني لما بيجي يتكلموا، يعني كان في مثلا اجتماع المهندس محسن صلاح رئيس النادي، وكان الكابتن محمد عوده ومعاه المهندس محمد عادل اللي هو المشرف على الفريق، بيتكلموا مع لعيبتهم طبعا بيرفعوا من الناحيه النفسيه عندهم، بيديهم روح عايزين نلعب وعايزين نأدي وعايزين يظهر نظر كويس جدا، هنلعب قصاد فريق يعتبر من البطل من الابطال الدوري وفريق بطوله، فلازم أدي قدامه واطلع كل اللي عندي، والنتيجه دي بتاعت ربنا، لكن ده الكلام اللي بيتقال. لكن هو لما بيجي يتكلم بقى بيجي برضو يشغل، ما انت عارف كابتن محمد والكابتن ماهر زي ما بيعمل في الاهلي كابتن حسام، هتلاقي برضو كابتن محمد عوده بيعمل نفس الكلام، بيشغل الفيديوهات بتاعت الماتشات اللي قبل كده، اللقاءات اللي قبل كده مع النادي الاهلي، وبيقعد يشوفه، وبعدين عنده مفاتيح اللعب، عنده عبد الله سعيد وعنده اجاي وعنده وليد ازارو، ثلاث مفاتيح بيعتمد عليها الاهلي دلوقتي حاليا في الماتشات الاخيره باينه جدا اداء معاهم، وليد سليمان طبعا بينزل بيبقى برضه، بس وليد ربنا يشفيه. حضرتك تقصد هنا ان هنا معروفه لاي مدير فني بيواجه الاهلي انه لو سيطر على او عرف يعطل الثلاث مفاتيح دي اثر على اداء الفريق. ما في مفاتيح بس هل يقدر بقى اللاعب اللي قدامنا او الديفنس يعطل ثلاث لاعبين بقدرات ازارو وليد سليمان عبد الله سعيد عندنا أجايه. الكابتن حسام عنده مشكله في خط الظهر، اصابات كثيره. صحيح، يعني كل لما واحد يخف الثاني يتصاب، الثاني يتصاب، اللي كان خف اتصاب ثاني. ايمن اشرف برضو فوجئنا ان هو راح ناحيه الشمال، يعني الكابتن حسام برضو عملها كويس انه قال لك اودي اشرف وانزل نجيب عشان ياخد برضو حساسيه الماتشات. فلما وداها ناحيه الشمال سبحان الله برضو اتصاب وطلع، فبقى عنده مشكله، يعني المكان اللي ورا معلول
علي معلول برضو جابها دي مشكله جابها كويس. غياب ايمن اشرف طبعا مشكله لانه نعتمد عليه بشكل كبير الفتره دي. انا وكابتن ماهر متفقين على ان النادي الاهلي بيلعب على الجبهتين اليمين والشمال، عنده جبهتين ناحيه احمد فتحي وناحيه علي معلول، جبهتين قويين جدا، وعنده نص ملعب، وعنده يعني لما باجي انا كمدير فني واتكلم على فرقه النادي الاهلي عايز اعمل معاها ايه هبقى محتار. فاحنا قلنا اتفقنا المره فاتت ان عايز اوقف النادي الاهلي زي ما كان ماتش الاتحاد، يعني ما كده لعب بالطريقه بتاعه النادي الاهلي اللي هو لعب مباراه مفتوحه، لعب مباراه كره 4-2-3-1 وبقى يضغط على النادي الاهلي اول 5 دقائق 10 دقائق الشوط الاولاني ويمكن 10 دقائق في الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني وبعد كده اللعيبه ما فيش، لان مستوى النادي الاهلي مع اللعب اللي هم في مع المستوى الحلو اللي هم وصلوا له اللعيبه دلوقتي، وفي ثقه حتى اللعيب الاساسي واللعيب اللي ما كانش دلوقتي كله في ثقه في نفسه ان هو لما ينزل بيأدي. اي حد دلوقتي كابتن حسام بيلعبه بيلعب بيأدي، اللي لابس الفانيله الحمراء زي ما قلنا بيأدي، ما فيش خلاص. وفارق الفتنس اللي اتكلمتوا عنه كتير قوي لصالح الاهلي، لكن كابتن محمد برضه في القوام الاساسي اللي هم المجموعه اللي احنا بنقول عليهم دول، دول قوام اساسي. لما بيحصل لا قدر الله اي لعيب في دول بيحصل له اصابه او عدم توفيق حتى في اللعب بتاثر على فريق النادي الاهلي. فاحنا يعني فكل مدرب بيفكر انه عايز يعمل ايه، فلما كابتن محمد هو ده هيفكر في الثلاثه دول بس، لا في ناس ثانيه اكيد اكيد يعني في حلول كتير. الاهلي ناس ثانيه طلعت لعب كتير او عناصر مميزه كتير. كابتن ماهر تتوقع كابتن حسام المنطقي انه يخوض المباراه دي باداء متوازن دفاعا وهجوما، ولا بشكل فيه اقرب الى دايما الضغط الهجومي على المنافس زي كل المباريات اللي فاتت، ولا وجود الاهلي بفارق النقاط ده اللي هو 9 نقاط وممكن يوصل ل 12 نقطه ان شاء الله لو فزنا في مباراه الغد يخلي كابتن حسام يلعب بطريقه فيها حرص اكتر شويه الفتره دي؟ هو بص محمد حسام بيلعب من بدايه مشواره باسلوب متوازي. بص الجون ده احمد فتحي بص لسه بنتكلم على الاطراف اطراف الاهلي سعيد. يعني جون جميل اسلحه جميل. من ضمن يعني الاسلحه اللي بيعتمد عليها حسام، فهو حسام بيلعب بنفس الاسلوب اللي هو طريقه 4-2-3-1 وبيقدر ينفذها بالشقين الدفاع والهجوم، اللعيبه بتنفذها بشكل كبير جدا بشكل ايجابي. المشكله عند عوده عوده دلوقتي يهمه جدا ان هو يدرس النادي الاهلي بشكل كبير، زي ما قال فوزي هو عنده مباراتين في خلال 5 ايام ومباراتين فيهم مشقه مجهود مبذول من اللعيبه بشكل كبير. يعني عوده من اللعيبه او احنا طول عمرنا مع المقاولين، حتى يمكن مخرج جايب لنا لقطات طول عمرنا مع المقاولين بيبقى في نوع من التوازن او نوع من الحرص للمقاولين بشكل كبير ان هو ما بيغامرش على النادي الاهلي، لان هو عارف قيمه النادي الاهلي وعارف قوه النادي الاهلي من اطرافه وعمقه ولعبته ومهاجمينه وكراته الثابته والتكتيك اللي بيلعب بيه النادي الاهلي. فعوده يهمه جدا ان هو يخرج بالمباراتين دول الى بر الامان، بر الامان ان هو ما يخسرش. فالمباراه ديت هيبقى عوده مركز فيها بشكل كبير جدا بنسبه 70%. الهدف الاول يعني عنده هدفين يحقق الاول بالظبط، يقدر يفكر في التاني ما يخسرش المباراه الاولى او ما يدخلش فيه اهداف عشان يساعد المباراه الثانيه. فبنسبه 70% عوده بيفكر ان هو يبقى عنده توازن دفاعي بشكل كبير. طب ممكن يقدر مدرب او مدير فني زي كابتن محمد عوده قبل اللقاء ده ومع مفاتيح اللعب او العناصر الهجوميه المتميزه جدا موجوده في الاهلي يفكر في تغيير الطريقه، يعني يستعين بمدافع يزود عدد المدافعين يلعب بليبرو ورا المساكين، ولا ما حدش بقى بيفكر بالطريقه دي يا كابتن ماهر؟ لا واضح ان محمد ما حدش بقى يفكر في الطريقه دي، لكن هو بيزود بس عدد لعيبته في نص ملعبه، يعني هو بيلعب بالاربعه وبعدين 5 قدامه ومهاجم واحد بس. هو بيحاول بالخماسي ده انه يقفل نص الملعب، انت عارف خطوره النادي الاهلي في نص ملعبه، خطوره النادي في اطرافه، خطوره النادي الاهلي في عمقه، فهو لما بيكثف الكثافه العدديه قدام ال 18 في ال 35 يارده بيمثل عبء على النادي الاهلي، يفضل النادي الاهلي يفضل يفكر ازاي هضرب التكتل الدفاعي ده، بيعمل تمريرات كتير عشان يقدر يلاقي ثغره، صعب جدا ان تلاقي ثغره في العدد ده، فبيضطر النادي الاهلي يبدا يعمل تمريرات كتيره يطلع على الاطراف ويبدا زي ما احنا شايفين دلوقتي يبدا الكروسات العرضيه تتعمل بالجناب عشان لعيبه نص الملعب يقدروا يكملوا مع المهاجمين. موضوع التصويبات من خارج ال 18 دي احنا شايفينها بتقل كمان مع النادي الاهلي، لان احنا عندنا لعيبه مميزين بيجيدوا التصويبات اللي من خارج ال 18، لكن التكثف والكثافه العدديه اللي بيعملها الفرق في التنظيم الدفاعي بتعمل صعوبه على النادي الاهلي. لكن لعيبه النادي الاهلي يا محمد عندها مرونه تكتيكيه بشكل كبير، يعني اجايي وازارو شفنا يمكن في مباراه الاتحاد جمله من ضمن الجمل الجميله، يمكن الهدف الاولاني في مباراه الاتحاد قدر احمد فتحي في نص الملعب بيعملها شيب جميل جدا لازارو، استلم
في العمق وسرعته بدا يروح ينطلق ويسدد في الزاويه الضيقه. ده عنصر من ضمن عناصر اللي بيلجا بيها النادي الاهلي في ضرب التكتل الدفاعي ده. كل ما بيحس ان لاعبي الخصم بداوا يسيبوا مساحه ورا ظهرهم بيبدا الفكر بقى من لعيبه النادي الاهلي ازاي يستغل هذه المساحات. الهدفين الجمال كمان اللي جم بالنسبه لازارو انه خلق مساحه في الهدف الثاني اللي هو بتاع اجايه افتكر ولا عبد الله السعيد راح بالناس عبد الله السعيد راح بالمدافعين في المكان محمد خلق لنفسه مساحه هارب بيهم واخد بالك وبعدين فضي المكان بتاعه اتلعبت الكره فيه. الهدف الثالث نفس الكلام عبد الله أزارو هرب بالناس في العمق بالمدافعين عبد الله شاف أجاي اللي راح في المكان ده عملها له شبه جميل. في اكتر من ميزه اعتقد ان هم اللاعبين العناصر دي في خط هجوم الاهلي ولاعبي الوسط المهاجم حتى بعد انتقال مؤمن زكريا في الفتره دي للدوري السعودي واحترافه في الدوري السعودي اعتقد ان لسه في فارق العناصر على المستوى الفردي متميزه جدا وفي مشكله تانية لاي منافس انهم عارفين يلعبوا مع بعض ازاي بالظبط المجموعه اللي حضرتك بتتكلم عنها بالظبط. كابتن فوزي الى اي مدى نقدر نقول ان في التجانس اللي بنتكلم عنه بين خط هجوم ولاعبي الوسط المهاجم في الاهلي حتى مع وجود مؤمن او بعد غيابه للاحتراف في السعوديه او خارج الدوري المصري نتكلم عن عبد الله السعيد ازارو اجايه وليد سليمان مجموعه متفاهمه وادائها متجانس الى اعلى درجه في الملعب هل شايف انهم اكتسبوا خبرات اكتر وبدا التيم ورك بينهم يبقى اعلى في الفتره اللي فاتت وانا هرد عليك يا استاذ محمد بس هقول لك بالنسبه للمقاولين العرب يعني انا اتفرجت عليهم على اسيوطي الماتش اللي فات كان منزل رامي عادل بيلعب قصاد السد باكين انت عارف كان زمان انت لسه بتسال كابتن ماهر بتقول له ممكن يلعب يعني زي ليبرو خلفي يعني ايه اللي يمنع يعني انا بلاعب النادي الاهلي ايه اللي يمنع ان انا ممكن العب بليبرو لو شايف الضغط عليا جامد او السرعات اللي عند الفرق الخصم اللي عندي ممكن العب بليبرو يعني مش هي دي يعني دلوقتي مش لازم 4-2-3 او كده لكن هو شفت الماتش اللي فات كان مخلي محمد سمير ومحمود فتح الله وقدامه رامي عادل يعني ممكن يستعين بيه ان هو يبقى برضه مقابله انه هيعمل حساب وليد ازارو هيعمل حساب اجايه ان السرعات اللي موجوده هيعمل حساب عبد الله سعيد تحركاته فلازم يقفل قوي لكن اللي انت حضرتك السؤال بتقول يا كابتن محمد ان هو فعلا اجمل حاجه في اي فرقه ان يبقى في تجانس بين اللعيبه ان فهموا بعض زي اللي احنا بنقول كابتن مارد مستر كوبر ان عايز يجمع المنتخب عايز يخليهم يلعبوا مع بعض ليه عشان يحصل التجانس اللي احنا بنقول عليه عدم التجانس زي ما كابتن محمد ممكن احنا الثلاثه كده نروح نلعب ماتش مع بعض دلوقتي هل هيبقى في تجانس ولا لو بنلعب مثلا يوم بعد يوم مع بعض او كل اسبوع مرتين خدنا خلاص عارفين لعب بعض كابتن محمد بيتحرك ازاي كابتن ماهر بيقف ورا انا بطلع قدام بعرف اجيب اجوان كده فهي الثلاثه اللي عندنا الجمال او الفرقه عامه لان النادي الاهلي دلوقتي بيقول النادي الاهلي بيلعب كره جماعيه جميله الصراحه يعني حتى ماتش الاتحاد كنا بنتكلم متوقعين ان الاتحاد يعمل مجهود جامد جدا فوجئنا عكس خالص ان النادي الاهلي خد الماتش بسهوله جدا النادي الاهلي الاتحاد ما كانش في حالته ما اللعيبه ما قدتش حتى انا افتكر تصريح او مره كنا بنتكلم مع كابتن حسن شحاته عن جيله في منتخب مصر ونتكلم معاه عن كميه المواهب اللي كانت موجوده ان كل لعيب منهم يشيل فرقه في الجيل ده قال لي احنا مش احسن جيل في منتخب مصر حقق نتائج لان كنا كلنا بلغه الكوره معلمين ومش عندنا اعلى تيم ورك موجود لان الفريق بيحتاج واحد او اتنين من النوعيه دي والباقي بقى بيشتغل معاهم بقى ثلاث لعيبه على اقصى تقدير المشكله ان احنا حجم المواهب ضخم جدا بس لعبنا بيميل للجانب الفردي عند كل لاعب او امكاناته اللي لازم تبان لان هو نجم في ناديه وفي المنتخب وبين الجماهير نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله ان اهميه التيم ورك الكلام بتاعك يا كابتن محمد فعلا لما لو جينا شلنا ميسي شلنا رونالدو من الفرقتين هتلاقي يعني فين ده من سنين لما سالت كابتن حسن بقى الكلام ده لا فين اللعيب اللي هو فعلا بيحرك الفرقه يعني بنشوف دلوقتي عبد الله السعيد لما بيبقى في فورمته وفي حالته الماتش اللي فات انا شفته الصراحه كان جميل جدا بيتحرك وبيجري حتى من غير كوره يعني عبد الله لما بتيجي تراقبه كده في كاميرات زي بره في ماتشات بره انت عارف يا كابتن ماهر بيعملوا مثلا على ميسي يسلطوا عليه كاميرا دي بتاعته طوال الماتش بيعمل ايه رونالدو نفس الكلام احنا لو عملنا ان شاء الله لو عملنا كاميرا لعبد الله السعيد او وليد ازارو او جاييه او وليد سليمان او المجموعه كلها حسام عاشور كل لعيب هتلاقي بيقوم بواجب بتاعه خط الدفاع كله ناحيه احمد فتحي وناحيه معلول او صبري رحيل المجموعه اللي هيلعب كل واحد ادي حتى حراس المرمى كل واحد ليه فده اللعب الجماعي ده لكن حضرتك متفق مع كابتن ماهر انه دلوقتي مدرسة الكرة في الوقت ده في 2018 ما بقاش قوي المدرب بيفكر انه لو هيلاعب فريق امكاناته اعلى
ان اغير طريقتي، بيفكر بس في تامين خط النص اكتر، يلعب بلاعب وسط لكن فكره مساكين بس ولا مساكين يخليها مساكين وليبرو، ان ده ما بقاش موجود، ما بقاش حد بيعمل كده. هو ده بدليل الماتش بتاع الاتحاد يا كابتن ماهر، صح ان هو احنا فوجئنا ان كان ممكن ايمن اشرف يلعب مكانه وينزل مثلا اي حد في ناحيه الشمال، صبري رحيل اي حد موجود، لا فوجئنا وداه الشمال ونزل نجيب. هنكمل كلامنا مع حضرتك ومع كابتن ماهر عن الجانب الفني، لكن في قرارات صدرت عن مجلس اداره النادي الاهلي عقب اجتماعه بتعلن هذه القرارات، ومعايا على الهاتف زميلي الاعلام شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، يقول لنا ما خرج عن هذا الاجتماع من قرارات وتوصيات خاصه بهذه المرحله. مساء الخير. خير محمد، ازيك يا شريف؟ اهلا بيك. مساء الخير واهلا بيك. تحياتي كمان لضيوفك الكرام ضيوف مصر. مساء الخير يا شريف، ازي صحتك؟ امورك العظيم. احنا سعداء بمشاركتك معنا طبعا، ونتابع ونكون اول من يعلن في وسائل الاعلام عن قرارات مجلس اداره النادي، وانت خير من يتحدث باسم مجلس الاداره. قول لنا يا شريف اخر القرارات او مجمل ما خرج من هذا الاجتماع من قرارات وتوصيات. اشكرك مجددا محمد. نحن تعرف الحقيقه انه مجلس الاداره بيعتمد نفسه في اجتماعات مفتوحه الحقيقه منذ توليه مسؤوليه او يعني سياسه لثقه الجمعيه العموميه واعتماد اللجنه الاولمبيه لنتيجه الانتخابات اللي ورد الى الحقيقه النادي بتاريخ 9 ديسمبر. هذا هو المحضر رقم 5 في الاجتماع، لكنه الحقيقه كان في اكثر من 8 جلسات، كان في جلسات تكون مفتوحه. هذا الاجتماع الجزء الاول منه عقد في مقر النادي في الجزيره يوم 31 يناير، الجزء الثاني انعقد النهارده في مدينه نصر. مجلس الاداره الحقيقه يعني حريص وبيوصل رساله لاعضاء الجمعيه العموميه على الاهداف الحقيقه مشاريبهم بين الجمهور في كل مقر وفروع النادي، الجميع على قلب رجل واحد. الاجتماع سبقه اجتماع اخر مهم مع جهاز مرفوعات الخدمه الوطنيه اللي هيتولى تطوير فروع النادي الثلاثه، واللي في غضون اسبوع 10 ايام سيتم الاعلان عن البرنامج الزمني في عملية تطوير المقر والفروع المختلفة والمدد الزمنية والانتهاء منها يكون انت ان شاء الله. فبعد انتهاء هذا الاجتماع شكل مجلس الإدارة اجتماعه وفرج مجموعة من القرارات من المجلس في الأسبوع الماضي، كان أهمها تعلم محمد أنه مجلس إدارة شركة الأهلي بيسجل إعلان شركل من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ومعاه السيد العامري فاروق والسيد خالد درندري. تم النهارده ضم الدكتوره رانيا علواني في مجلس اداره شركه الاهلي لانتاج الاعلام لتمثل اضافه هائله الحقيقه لهذا المجلس، سيعقد اجتماع الاسبوع المقبل للنظر في المنظومه الاعلاميه للنادي بشكل عام، وخصوصا قناه النادي وفريق النادي القرن ودعمها وزور الدعم الناس فيها وليد عنزي. ايضا الحقيقه تم الموافقه على فورا تعيين مدرب الدوري الاحتياجات الخاصه في فرع الشيخ زايد بناء على طلب اعضاء الجمعيه الوطنيه هناك، وايضا توفير مدرب التنسيق مع اللجنه العليا للخدمات الاجتماعيه اللي يتولاها محمد يوسف محبوب ونشاط الرياضي رياضه الكابتن رؤوف عبد القادر، ايضا توفير مدرب يعني فريق الرواد في الشيخ زايد، بالاضافه الى نقل الكابتن عصام صدرات، وهو الحقيقه يعني كفاءه ونقدر نقول واجهه وجهات النادي الشباب اللي كان بيعمل في ملف التعاقدات او فكره التعاقدات، تم نقله الاستفاده منه في اداره التسجيل الرياضي. تعرف ان في توجه في البحث عن موارد يعني جديده وتكون تنميه هذه الموارد، وكان عصام مؤهل جدا فالمجلس ارتفع في هذا المكان مع نادي التسجيل تحت اشراف الدكتور سعد الشرابي اللي هو استقرار مجلس الاداره للتسجيل. لانه تعلم محمد انه المهندس عبد السيد في خبرات عريضه اكيد طبعا كبير، يتولى لجنه التعاقدات ويؤدي فيها اداء اعتقد سيدرك في اجيال. لا والحقيقه شريف المهندس عدي القيعي خلال الاعوام او السنوات الماضيه بشكل كبير اشتغل في أكتر من ملف مرتبطين ببعض بدرجه كبيره، تعاقدات العناصر الجديده اللي بتدخل الفريق، قضيه التسويق الرياضي والاستثمار في النادي بشكل عام، يعني له باع في كل هذه الاتجاهات زي ما قلت طبعا. اتفضل. قاعد يعني قيمه كبيره كنا بنعتز بيها في النادي الاهلي وبتعلم منها كمان. النقطه الثانيه تتعلق بقى بلجنه الكره واعتماد قراراتها اللي كل جمهور الاهلي واعضائه يعني في هذه القرارات تاتي تذكر بها الناس. انا معاك اثنين كبار وكباتن النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن ماهر عماد كابتن فوزي سكوتي. تم الحقيقه تدعيم فريق الناشئين بثلاث لاعبين والفريق الاول بثلاث لاعبين، فريق الناشئين احمد خالد محمد فخري ومحمود البزار.
98 وشباب بتقدروا مستقبل واعد جدا، بالاضافه الى كان دعم الفريق الاول صلاح محسن وعلي الدوسري ومحمد شريف من وادي دجله، وتم اعتماد هذه القرارات، تم اعتماد ايضا اعارات تمت للاعبين الثلاثه صالح جمعه النادي الاهلي وحسين السيد وايضا عمرو بركات في انديه سعوديه شباب والفيصلي والاتفاق، بالاضافه الى ده طبعا مقابل 2 مليون دولار محمد، وده رقم يعني معقول جدا، وحقق توازن مالي وفني للنادي على حد اخر كابتن عبد العزيز عبد الفتاح، لاعبين ما كانت تشارك الان تشارك في دوري قوي سيعود اليه اقوى من مكان، فائده ماديه وفنيه عادت عليهم بالاضافه للفائده الماديه اللي عادت على النادي. هي اجمالي الصفقات اللي خرجت من الاهلي في المرحله دي على سبيل الاعاره 3 مليون 650 الف دولار ده الاجمالي. صحيح. لو ضفت اليوم كمان توفير مستحقات هؤلاء اللاعبين كانوا يتقدموها في المدد اللي تم تعريفهم فيها، فانت بتتكلم عن ان حقق ما هو اكثر من التوازن المالي والفني طبعا. النقطه الثانيه هو الحقيقه الموافقه على بيع كابتن احمد عادل عبد المنعم نجم النادي الاهلي وحارس مرماه الى نادي المقاصه مصر المقاصه بشكل نهائي، وبالطبع اعتماد قرار لجنه الكره بعوده كابتن النادي الاهلي كابتن حسام غالي لقياده فريق النادي تكمل فيه، وواحد اهم النجوم الحقيقه على مر تاريخ النادي الفتره الماضيه في صفقه انتقال حر لم تكلف النادي اي شيء. المجلس الحقيقه عايز اقول انتهى كله الان يعني عدد كبير الان الدكتور اكيل بالدكتور رامي كفراوي الدكتور رامي عدواني الدكتور محمد الضماضي ومعاهم الحقيقه تقدمهم السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي بتكليف من الكابتن محمود الخطيب بيحضروا في مدينه نصر مباراه في نهائي الدوري في كره الماء الحقيقه فريق ناشئين تحت 18 سنه مواليد 2000 النادي متفوق على نتيجه 4-0 هو بالاساس فاز بالدوري، هذه هي المباراه النهائيه سيتم تسجيل فرق الدوري افضل لاعبين وما الى ذلك في هذه المباراه، الكابتن محمود حاجه كان حريص على افضل المباراه لولا انه عنده اجتماع انتقل من مدينه نصر الجزيره لاستكماله وبقي مجلس الاداره بكامل تسجيله هذه القامات المحترمه لحضور هذه المباراه، وايضا كان كابتن محمود الخطيب وجه التهنئه وتحيه خاصه منه لفريق الكره الطائره الفريق الاول للكره الطائره الرجال بعد فوز النهارده على فريق الجيش ب3 اهداف مقابل تشكيل وتصدره الحقيقه قمه الدوري الممتاز للكره الطائره، وكانت الاسبوع الماضي فاز على نادي الزمالك 3-0، كنت عارف ان فريق الكره الطائره يستعد لبطوله افريقيا للانديه الابطال في شهر مارس القادم، فده خير اعداد نتمنى التوفيق ان شاء الله. يعني عايز اطمن الحقيقه نجوم مصر اللي معاك نجوم النادي الاهلي كابتن فوزي كابتن ماهر وحضرتك اهلاوي كبير محمد ربنا يخليك ويديك الكرام انه ما يبذل من جهه بمنهجيه علميه وباخلاص من الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته يشري ويشير بوضوح الى اننا في غضون اسابيع قليله ستكون هناك خطه زمنيه للنهوض بالنادي على كل المستويات، الامور الانشائيه والاجتماعيه اللي تتم اعضاء النادي طبعا والامور الرياضيه اللي تتم جمهور كره القدم العريض اللي منتشر من المحيط الى الخليج. ان شاء الله في اخبار طيبه ان شاء الله. يعني احب ابشرك الكابتن محمود الخطيب سيخص النادي الاهلي فيها وهو شخصيا سيطل من خلال القناه بشكل او باخر للاعلان عن كل هذه المشروعات والمدن الزمنيه اللي هينتهي منها بالاضافه الى كل ما يتعلق وكل ما يدور في اذهان الناس اسئله تتعلق في الرياضه وكره القدم خاصه. بشكرك جدا على المشاركه معنا واكيد هنتابع معاك لحظه بلحظه كل قرار وكل توجه من توجهات مجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب زميلي وصديقي العزيز الاعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وبنسعد يا شريف دايما بمشاركتك معنا واطلاعنا واطلاع طبعا جمهور القناه مشاهدي القناه وجمهور واعضاء النادي وضيوفنا ونجومنا في الاستوديو في اي لقاء من لقاءاتنا في برامجنا المختلفه على كافه ما يجري العمل عليه وكافه اولويات واهتمامات مجلس الاداره الحالي. منظومه طبعا حلوه كابتن. اتفضل يا كابتن فوزي. طبعا بس انا عايز قبل ما حضرتك تبدا احنا طبعا مساحه كافيه لحضرتك وللكابتن ماهر للتعقيب على اللي سمعناه ده، وفي تفاصيل كتير ربما نخرج قليلا من الحديث عن الاهلي والمقاولون ومباراه الغد للحديث عنها، بس كمان خبر حلو قوي اللي سمعناه دلوقتي انه الكابتن الخطيب يعني قريبا هيطل على جماهير واعضاء النادي من خلال قناه الاهلي، ده هيسعدنا وهيكون امر مهم جدا لان بالفعل ربما لو خص القناه الكابتن محمود الخطيب
يجيب بهذا الحوار او باي شكل يختاره من اشكال الظهور، هيكون في مساحه كبيره جدا ربما للتساؤلات اللي بترضي فضول كل عشاق النادي الاهلي وجماهيره داخل وخارج مصر، وطبعا اعضاء النادي ونجومه الحاليين والسابقين. اتفضل يا كابتن فوزي. لا انا بقول يعني استاذ شريف يعني حاجه منظومه جميله جدا، منظومه اعلاميه، منظومه مجلس اداره، قرارات بتطلع بصوره جميله جدا، الناس بتعرفها عن طريق الاعلام، مش بتطلع من اي حته ولا بيطلع خبر كده ولا حاجه والناس بتتسال هل الكلام، لا ده بيطلع قرار مجلس اداره، حاجات جميله، منظومه جميله، ويعني حاجه يعني الواحد بيفتخر ان هو في بيت العائله، بيت عائله النادي الاهلي بقياده طبعا الكابتن محمود الخطيب والكابتن عمرو فاروق والمجموعه كلها. يعني ما شاء الله لما تيجي تشوف المجلس وهم قاعدين، مش عايز اقول يعني كده احنا بنزود كلام، لا تحس ان كل واحد ليه شخصيته، يعني كل واحد في المجلس فعلا لما تيجي تتكلم معاهم كل واحد ليه شخصيته، حاجه يعني منظومه جميله، واجهه حلوه نفتخر بيها كاحنا كابناء النادي الاهلي، شكل راقي ومشرف للزوار. ده الحاجه الجميله واحنا اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي كده، يعني مش حاجه غريبه، يعني ده احنا اتعودنا في النادي الاهلي، كابتن ماهر معانا من زمان متعودين، يعني من ايام يعني الله يرحمه فريق مرتجي، يعني كان حاجه جميله جدا، فمتعودين انه كابتن صالح سليم طبعا برضه الله يرحمه، متعودين ان ان قيادات النادي الاهلي فعلا بتدي للاجيال اللي طالعه، تعود الاجيال اللي الواجهه دي، الواجهه احنا عايزين الواجهه دي في كل حاجه، من اول سياده الرئيس لغايه اي مجلس أبسط إدارة، ابسط هيئه او ابسط مواطن، ابسط اي حاجه بتبقى كلها منظومه جميله جدا، فنتمنى تستمر باذن الله والتوفيق ليهم جميعا يا رب ان شاء الله. كابتن ماهر همام، شايف ازاي حضرتك شغل المجلس من وقت اعلان نتيجه الانتخابات وتسلمهم رسميا مهام اداره شؤون النادي بقياده القائمه الحاليه بقياده الكابتن محمود الخطيب؟ اولا عايزين نحيي شريف اللي هو يعني بعد تحية خاصة للكابتن عبد القيعي، وده إذا كان بيدل على مبادئ النادي الأهلي، الراجل اللي بيستلم من مكان واحد مكان الكابتن عدلي القيعي يتكلم على الكابتن عدلي قيمة وقامة وإن هو اتعلم منه في خلال فترة، فبنحييه طبعا على الكابتن عدلي، جميل كمان على الكلام على الكابتن عدلي. للنقطة الثانية محمد، عايز أقول لك إن الكابتن محمود الخطيب رمز من رموز النادي الأهلي اللي إحنا كنا مستنيينه، يعني إحنا فترات كتيرة جدا كنا قلقانين جدا على البيت الكبير، حاسين ان البيت الكبير بيهرب مننا. ليه يا كابتن ماهر وحربطها في حاجه ثانيه، ليه القلق كان موجود وليه كنا شايفين الشغف ده عند ناس كتير قوي سواء اعضاء او مش اعضاء في النادي، محبين فقط وليسوا من اعضاء النادي، واعضاء النادي كمان طبعا القطاع الاكبر منهم على الاطلاق كان بيتمنى وبيقول نتمنى امتى عايزين امتى هنشوف الكابتن الخطيب وهو في منصب رئيس الاهلي. ده كنا بنسمعه كتير كتير ليه؟ احنا الفتره اللي فاتت ديت رموز النادي يمكن كانت كلها كانت بعيده عن النادي، احنا كنا حاسين النادي الاهلي مع احترامي طبعا المجلس اللي كان موجود والمجموعه اللي كانت موجوده برضك يمكن قاموا بالدور اللي هو مكلف بيهم، لكن احنا كنا حاسين ان مش قيمه النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي فترات كتير جدا كان بيتهاجم على وسائل الاعلام، النادي الاهلي كان بيتهاجم من رؤساء انديه اخرى، النادي الاهلي كان بيتهاجم من اتحاد الكوره، بيتهاجم من حكام، يعني الكلام ده كان جديد علينا، لكن طبعا احنا كان املنا كبير جدا وعارفين ان قياده الكابتن محمود الخطيب جايه كل ده هيتعدل وهيرجع لمكانته الطبيعيه، كل الناس عارفه قيمه وموهبه وحضور الكابتن محمود الخطيب، الراجل اللي فضل صبر السنين دي كلها محافظ على شخصيته، محافظ على مبادئ النادي الاهلي، محافظ على تاريخه عشان يوصل للمكان ده، ده كبير جدا طبعا. وصل من عضو مجلس اداره لنائب رئيس لامين صندوق، طبعا خبره الكابتن حسن حمدي والمرحوم الكابتن صالح سليم في ادارتهم للنادي، هو كان طرف معاهم، استفاد بشكل كبير جدا. النهارده احنا عندنا ثقه، جمهور النادي الاهلي عنده ثقه، جميع عموميه النادي الاهلي عندها ثقه بوجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس نادي على مجموعه من ولاد النادي المخلصين. النهارده شايفين النادي الاهلي البرنامج اللي اتقال المحترم اللي كابتن محمود الخطيب قبل ما يخش بالانتخابات، اول مره نشوف برنامج منظم بهذا الشكل، اتعرض على الجمعية العمومية، اتعرض على عضو النادي، اتعرض على حتى الأهلاوية اللي موجودين في أنحاء جمهورية مصر العربية، كل الناس كانت عندها ثقة إن النادي الأهلي هيجعل لمكانته الطبيعية بوجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس نادي. وانت شايف يا محمد ان من اول ما تولى تاني يوم تالت يوم بدأ الشغل وهو حتى عيان، حرارته عالية، ونزل
النادي والنزل تابع الشغل ويمكن حتى يمكن طب انا تابع سألت حضرتك دارة. وسألت الكابتن فوزي عن الامور اللي بتتم او بيتم العمل عليها داخل النادي، هسألكم على كل ما يتعلق بالخدمات والتطوير في اي فرع او مقر من مقار النادي، هيبقى رؤيتي لحضراتكم وتقييم كل الشغل ده كاعضاء في النادي بالزبط. لكن على مستوى نجوم الكره هنتكلم الاول عن ملف التعاقدات، الاعارات، الاسماء الجديده اللي دخلت الفريق، يعني شغل مجلس الاداره فيما يتعلق بملف الكره تحديدا، راي حضرتك ايه؟ انا شايف انهم نجحوا بشكل كبير جدا من اختيار يمكن اكثر من 5 نجوم او 6 نجوم. انا شايف ان النجوم دول فعلا احتياجات الجهاز الفني، لجنه الكوره والجهاز الفني، كابتن محمود الخطيب قعدوا مع حسام البدري وفعلا قدروا ان هم يحطوا ايديهم على احتياجات الفريق في خلال هذه الفتره. فانا شايف ان هي تعاقدات على اعلى مستوى، حتى الاعارات يعني برضك الناس اللي موجود النجوم اللي اتكلم عليهم شريف، اذا كان صالح جمعه او اذا كان ما كانوش بيشاركوا، الوحيد اللي عمرو بركات وحسين يعني بالظبط. فانا شايف الاعراض دي، حتى قلت لك محمد، الاعراض دي هتفيدنا افاده كبيره جدا الفتره القادمه، في نفس الوقت هتفيد لعبتنا بدل ما يبقى قاعد على الدكه ما بيلعبش، لا يروح يلعب ويحتك ومن خلال لعبه يرجع تاني زي ما حسام غالي راح في خلال الفتره اللي فاتت ورجع مره تانيه لبيته والنادي. فانا شايف الاعراض وشايف الملف بتاع كره القدم الحمد لله اتعمل بشكل احترافي على اعلى مستوى يحسب لاداره النادي الاهلي ولجنه الكوره تحت كابتن محمود الخطيب وطبعا جهاز فني حسام البدري. كابتن فوزي، شغل مجلس الاداره الحالي بقياده كابتن محمود الخطيب منذ ان تولى المجلس الحالي المسؤوليه وحتى يومنا هذا بالنسبه للتعاقدات اللي اضيفت او الاسماء الجديده اللي دخلت النادي وهتشارك مع فريق الكره في الفتره الجايه حسب رؤيه الجهاز الفني وكابتن حسام البدري، او على المستوى المالي والاستثماري العناصر اللي خرجت وممكن ترجع وهي بحاله فنيه او جاهزيه اعلى وكمان في مردود مالي ضخم جدا. يعني احنا لسه بنتكلم دلوقتي، حضرتك لسه كنت بتقول في التقرير وبتاع مبلغ كبير يعني يحسب للنادي الاهلي، ان مش بمشي لعيبه وخلاص، يعني هي مش حكايه مثلا ببعت لعيبه اعاره، لا ده هي بتتحسب وبيبقى في اتفاق مع كابتن محمود الخطيب طبعا وكابتن عبد العزيز عبد الشافي وكابتن علاء ميهوب ومع كابتن حسام البدري وكابتن سيد ابو حفيظ، بيقعدوا بيعملوا فعلا بيشوفوا افيد حاجه للنادي الاهلي. يعني مش باخد احمد الشيخ هيمشي لا لا هاخد منك قرشين هو ده مش عارف ايه هستفيد منك، لا لا بيحسبوها. حتى اللعيبه اللي جبناها كابتن ماهر السنه الجايه انت عندك 25 لعيب، محتاج لعيبه عندك في الفريق الاول متسجله تحت، السنه الجايه في 97 في مسابقه 97، فهيبقى في لعيبه تحت السن، بعض اللعيبه اللي جت والكابتن حسام لسه هيشركها طبعا وهيشوفها، لان عندك بطوله افريقيا فكل حاجه. وطبعا الكابتن عادل القيعي في التعاقدات والحاجات دي معروف كابتن عادل القيعي يعني، فيعني منظومه كلها لما نيجي نتكلم احنا ممكن لو من بره قاعدين زي الناس قاعدين او انا مثلا عضو في النادي ده مشوا فلان ومشوا صالح جمعه ومش عارف، لا دي هي محسوبه. انا بشوف فايده عائد الاستثمار في الفتره دي اللي خرج فيها عدد نجوم الفريق للاعاره تجاوز 65 مليون جنيه، 3,650,000 دولار، انت حوالي 180 مليون جنيه دلوقتي داخل لك، غير في اللي هي حوالي 20 مليون جت من شركه الراعيه اخر قسط اخر دفعه للشركه الراعيه، فكل ده بتحسب لان انت عندك مصاريف، انت عندك انديه، عندك عايز تعمل استاد جديد، عندك بنتكلم عن مجلس اداره كابتن ماهر كابتن محمود الخطيب شفناه في السعوديه، شفنا ازاي الناس بترحب بيه، المصريين اللي موجودين في الاستاد قال الشيخ اللي قابلوه، شوف بيقابله الكابتن محمود الخطيب زي ما انت بتقول حاجه يعني مش عشان النادي الاهلي كمان بس، ده عشان كابتن محمود الخطيب التكريم بتاع الوسام بتاع نادي الشباب، يعني اول مره بتحصل في تاريخ الكره السعوديه، وبعدين ياخد الرئاسه الشرفيه برضه هناك، يعني الناس بتقدر الكابتن محمود كشخصه وكرئيس للنادي الاهلي، وفي داعمين للنادي حبا في بالزبط. الكيان وفي النادي الاهلي، وفي داعمين للنادي حبا وتقديرا للكابتن محمود الخطيب، بعيد عن يعني اي حاجه مصلحه شخصيه، لا ده بيدعموا النادي وعايزين يقفوا جنب النادي في اي حاجه يطلبها، وخاصه يعني الكابتن محمود الخطيب يعني الواحد اتشرف انه لعبنا معاه، يعني لحقنا لعبنا معاه، يعني اتعلمنا وشفنا وواجهه جميله للنادي الاهلي زي ما قال الكابتن. عموما احنا بناكد طبعا احترامنا وتقديرنا لكل من تولى المسؤوليه داخل مجلس اداره النادي الاهلي في اي مرحله من المراحل، وده كان سمه من سمات الحمله الانتخابيه والمؤتمر الانتخابي للكابتن محمود الخطيب اللي عرض فيه
بعض الحقائق والتواريخ عن كل مجالس الإدارة السابقة منذ نشأة ومنذ اليوم الأول لإنشاء النادي الأهلي عام 1907 وممارسته لنشاطه اللي بدأ وتصاعد بهذا الشكل اللي شفناه وتخطى نجاحات أو حدود وأفاق النجاح الخاصة بالعالم العربي والقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط مع مشاركات عالمية أيضا من خلال بطولات دولية تألق فيها النادي الأهلي وإسهاماته في المنتخبات الوطنية. بنؤكد تقديرنا لكل مجالس الإدارة وصولا إلى كل من تولى المسؤولية وصولا إلى المجلس السابق. وإحنا بنقول دلوقتي إن في شغل بيجري، في رؤية تشمل كل ما يتعلق بتطوير الأندية، كافة مقرات الأندية، الجزيرة، مدينة نصر، الشيخ زايد وما يأتي إن شاء الله ويستجد، التجمع إن شاء الله ومشروع القرن أو مدينة الأهلي الرياضية. يحسب تحرك النادي الأهلي وحضوره زي ما قال زميلنا العزيز شريف فؤاد أنه في حرص على الحضور في كل المقرات مع الأعضاء سواء في مدينة نصر أو الشيخ زايد أو الجزيرة، وحضور ممثلين عن مجلس الإدارة مجموعات من أعضاء المجلس في كل البطولات في كافة الرياضات المختلفة وعلى مستوى كل المراحل العمرية للمشاركة والتواجد بين أعضاء النادي والتفاعل المباشر معهم، لأن ده بيكون مهم جدا في وصول الرسائل لمجلس الإدارة واللي كتير منها بيؤثر في بناء القرارات وبناء الرؤية الخاصة بإدارة النادي حسب تطلعات ورغبات محمد. اتفضل كابتن بس حاجة، يعني لما تيجي تشوف مجلس الإدارة كابتن ماهر، كابتن خطيب لما قعد واختار الناس اللي موجودة أخد فترة. ليه؟ البناء لما بيتعلم، يعني كل بيشوف قبل كده اللي حصل، إن المجلس قبل كده حصل في قرارات اتخذت، في ناس انسحبت، في ناس مشيت، سابت المجلس، حاجات زي كده. فهو لما جه الكابتن الخطيب دخل المجلس اختار الشخصيات فعلا اللي هم بيحبوا النادي الاهلي وداخلين للنادي الاهلي، مش حاجه شخصيه، داخلين مع احترامي طبعا لكل الناس اللي قبل كده موجوده، والكفاءات كمان اللي هتضيف يعني تركيبه، يعني فيها حته ذكاء من الكابتن فضل الخطيب انه زي فرقه الكوره اختار ثلاث مراحل في التكوين، خبره والوسط والدم الجديد، فدي من ضمن الحاجات اللي كانت مميزه بشكل كبير جدا. ممكن يكون مدرب لعيبة كويسة بالظبط مش عارف تتصرف فيها، ما تعرفش يعني. لكن الكابتن الخطيب لما تلاحظ يعني ما شاء الله يعني يمسك الخشب فعلا، كل واحد في المجلس ليه شخصيته، ليه كيانه، ليه هدف داخل عشانه عايز يخدم نادي ده. يعني عموما عشان يعني نختتم الحديث، الموضوع ده طبعا هنتكلم عنه باستفاضة، والعناوين نكررها أو نعرضها على حضراتكم ونذكركم بها سريعا مرة تانية. قرارات مجلس الإدارة العناوين الخاصة بها جاءت كالتالي: مجلس إدارة الأهلي يقدم كشف حساب عن الفترة الماضية، مجلس الأهلي يوافق على تعيين مدرب للاحتياجات الخاصة والرواد في الشيخ زايد، مجلس الأهلي يعتمد عودة غالي وإعارة بركات وجمعة والسيد، مجلس الأهلي يقول كل فروع النادي تحظى بالاهتمام والتقدير وضمن خطة ورؤية التطوير، ضم رانيا علواني لعضوية شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، دكتورة رانيا علواني عضو مجلس الإدارة، ونقل الدكتور عصام سراج الدين مديرا بإدارة التسويق. يعني إن شاء الله تستمر الخطوات ويستمر العمل والجهد بالشكل المرضي لتطلعات نجوم النادي الأهلي اللي ساهموا في نجاحاته وانتصاراته وصنعوا هذا الاسم البراق واستفادوا أيضا وأسمائهم ارتبطت بنجاح هذا الاسم وهذا الكيان الكبير، وبتطلعات أعضاء النادي وجماهيره في الفترة القادمة إن شاء الله. هنرجع نكمل كلامنا مع الكابتن ماهر همام والكابتن فوزي سكوتي ونستكمل حديثنا عن الاستعدادات وعن التوقعات والرؤية الخاصة بمباراة الغد بين الأهلي والمقاولون العرب، ولكن بعد ما نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن استعدادات الفريقين للمباراة. يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بالدوري، وذلك بحثا عن الفوز، حيث يسعى نادي القرن الإفريقي لمواصلة الانتصارات والحفاظ أو توسيع الفارق مع أقرب منافسيه على صدارة جدول الدوري. فبعد الحصول على النقاط الثلاث من المباراة الأخيرة منتصرا بثلاثية نظيفة رائعة أمام الاتحاد السكندري ليصل إلى النقطة الرابعة والخمسين، جمعها الفريق الأحمر بعد الفوز في 17 مباراة وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في لقاء وحيد، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 9 نقاط مع النادي الإسماعيلي صاحب المركز الثاني وأقرب منافسيه. ومن هذا المنطلق يدخل النادي الأهلي لقاء ذئاب الجبل وأمامه هدف واحد، ألا وهو اقتناص النقاط الثلاث لتحقيق الانتصار التاسع على التوالي في الدوري المصري الممتاز. لذلك عكف حسام البدري المدير الفني للأهلي خلال الأيام الأخيرة على دراسة منافسه ووضع الخطة المناسبة التي تمكنه من الخروج من المباراة منتصراً.
على الجانب الآخر يسعى المقاولون العرب لتعويض ما فاته بعد سلسلة من التعادلات مع كل من الأسيوطي سبورت الاتحاد السكندري حيث يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية مع الشياطين الحمر كما يحتل ذئاب الجبل المركز السابع برصيد 31 نقطة جمعها من خلال الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 مباريات وانهزم إلى الآن في 6 مباريات يطمح أبناء الجبل الأخضر لتخطي MP صاحب المركز السادس برصيد 32 نقطة واللحاق بالزمالك صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة والابتعاد عن الفرق المنافسة له كالداخلية والإنتاج الحربي وطلائع الجيش اهلا بحضراتكم مره تانية هنستعرض سريعا مع الكابتن ماهر همام والكابتن فوزي سكوتي اسماء الفريقين قائمه النادي الاهلي اللي تم اختيارها لكن هنقول في البدايه المجموعه اللي خاضت او تشكيل خاض اخر مباراه للمقاولون العرب المباراه الماضيه امام الاسيوطي هنبدا من طبعا خط من حراسه المرمى محمود ابو السعود وبعدين امامه خط الدفاع احمد علي محمد سمير محمود فتح الله حسن الشامي في خط الوسط رامي عادل وطارق ومحمد ناجي محمد فاروق حسام باولو تحت راس الحربة أو لاعبي الوسط المهاجم وأخيرا أحمد علي مهاجم صريح للفريق في مواجهة 21 لاعب هيتم طبعا منهم اختيار العناصر الأساسية لتبدأ المباراة مرة تانية بنكرر سريعا قائمة المباراة خلت من هذه الأسماء اللي تم استبعادها حسام غالي أكرم توفيق محمد شريف محمود الجزار أحمد حمودي وأيضا رامي ربيعة وسعد سمير وأيمن أشرف ومروان محسن وعلي معلول وأحمد حمدي ووليد سليمان الأسماء دي اللي قلنا لحضراتكم في البداية أنها إما لأسباب طبية أو خاصة بالإصابات وعدم الجاهزية البدنية للمباراة أو لأسباب فنية مبنية على رؤية الكابتن حسام البدري للاختيارات الفنية الأنسب والأفضل لهذا اللقاء تم استبعادها المجموعة اللي ضمها كابتن حسام لهذا اللقاء محمد الشناوي شريف إكرامي علي لطفي باسم علي محمد هاني محمد نجيب صبري رحيل احمد فتحي محمد عبد المنعم عمرو السوليه هشام محمد حسام عاشور عبد الله السعيد جونيور اجايه وليد ازارو صلاح محسن باكا احمد ياسر ريان ميدو جابر اسلام محارب وكريم ندفد كابتن ماهر حضرتك شايف ازاي يعني الموازين القوه الموجوده في الفريقين ومدى تاثير العناصر اللي هتغيب او خرجت من قائمه المباراه بالنسبه للاهلي هو بالنسبة للأهلي يا محمد أنا شايف يعني حتى العناصر اللي أنت اتكلمت عليها اللي هتغيب عن لقاء المقاولين العرب ما شاء الله المجموعة كلها مميزة يعني حتى اللي موجود الحالي أنا شايف في فرقتين في النادي الأهلي بصراحة يعني فرقتين والفرقتين على أعلى مستوى يعني يعني لو كلمنا كده على حراسة المرمى عندنا النهارده محمد الشناوي وشريف الكرامي موجود وعلي لطفي وثلاثة حراس من الطراز القوي جدا لكن محمد الشناوي يمكن في الفترة ديت الأمور الحمد لله موفقة بشكل كبير معاه بيثبت من مباراة لمباراة انه حارس واعد انه حارس قادم بالنسبة للخط الوحيد بقى اللي بيتلعب فيه كتير ويمكن حسام من ضمن المدربين اللي ما بتحبش انها تلعب في التشكيل بشكل كبير يعني لكن مع الاسف الظروف اللي بيمر بيها الفريق واللي هو اللي بيمر بيها كاداره فنيه عنده مشاكل بشكل كبير وخصوصا البيت الدفاعي يعني من زمان يا محمد انا عايز اقول لك ان احنا عمرنا ما اتصابنا قلبي الدفاع يعني كابتن مصطفى يونس كابتن حسن حمدي وانا ومحمود صالح كان صعب جدا يعني الاصابه بفوره زي ما بيقول يعني انا لما اتعورت بعد 12 سنه لعب متواصل مع النادي الاهلي افريقيا ودوري عام وكاس مصر ومنتخب مصر اتصبت بالرباط الصليبي وقطع في الرباط الصليبي والداخلي والغضروف وكان يعني ايامها كمان الاصابات دي خلاص بتخلي اللاعب خلاص يعني بس ايه بعد ماراثون طويل بس يعني كابتن محمد بس مقطعش كلام كابتن لو عنده حاجه ما يقولش عشان عايز يلعب بص بقى يعني طبعا انك انت يعني انت انا كابتن ماهر او حاجه لو في حاجه ما يقولش انا عايز اقول عالج ونشوف عايز اقول معلومه يعني اللعب ورايا ضيا السيد ومحمد حشيش وصلوا 29 سنه يعني قعدنا سنين طويله جدا انت بتلعب في المكان ده
احتكار بالنسبه لك. فالنهارده من الجيل ده في المواجهات الكبيره اللي كانت بين الفريقين وقت ما كنا بنتكلم عن جيل المقاولون العرب اللي حقق بطولات وكان ند قوي جدا للاهلي والزمالك واكبر الفرق المصريه وكان مواجهاته مع الاهلي لها طابع خاص جدا. جيل اربعه اللي لعب هذه المباريات بشكل متتالي ثلاث مباريات في ابطال الكؤوس والدوري عام 84. معانا على الهاتف نجم الكره المصريه ونادي المقاولون سابقا كابتن سعيد الشيشيني. مساء الخير يا كابتن سعيد. اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا في الحوار. ومعانا طبعا كابتن ماهر همام وكابتن فوزي سكوتي. اهلا وسهلا حبايبي. يا كابتن سعيد. كابتن سعيد حبيبي. الله يخليك. اخبارك يا كابتن؟ تمام. فوزي. كابتن حبيبي. كابتن سعيد. كابتن سعيد فاكر مباريات الاهلي والمقاولين في الثمانينيات كانت اخبارها ايه المباريات دي؟ وهل كانت لها ذكريات خاصه عندكم لان المقاولون في الفتره دي كان فريق من اقوى الفرق على المستوى المحلي او الافريقي. ذكرياتك ايه عن لقاءات المقاولون والاهلي في الفتره دي؟ اولا انا عايز اقول ان الفتره دي كل الفرق وكل الانديه لحد وقتنا هذا كل الناس فاكره اساميهم. يعني لما تيجي تقول مثلا الاتحاد هتقول الاتحاد مثلا الجارم والبابلي وبوب ومش عارفين المنصوره ساعه سليط وثروت فرج وغيرهم وبتير وغيرهم. نادي الاهلي ما شاء الله العدد كبير جدا. فنادي المقاولين نفس القصه. يعني كل الانديه ما شاء الله في الفتره دي كان بيسموا الجيل الذهبي. لو حضرتك كلمتني بقى عن الماتشات الماتشين اللي احنا لعبناهم مع نادي الاهلي بس انا عايز اقول معلومه ممكن تكون غايبه عن ناس كتير قوي ان جلعدت كده مره مرور الكرام. احنا دخلنا افريقيا عن طريق الاهلي. ازاي يا كابتن سعيد؟ ازاي بقى؟ احنا في السنه كنا بنلعب درجه اولى ممتاز به وبعدين قابلنا نادي الاهلي في نهائي الكاس. فنادي الاهلي خد بطوله الدوري وبطوله الكاس. احنا ما كناش خدنا لسه بطوله محليه يعني كانت اول سنه لينا لما طلعنا فيها ما كناش خدنا بطوله محليه. فنادي الاهلي خد الدوري وخد الكاس بس احنا لعبنا نهائي الكاس. فطبعا خيروا الاهلي يلعب في بطوله الدوري ولا يلعب في بطوله الكاس. فلعب في بطوله الدوري وساب لنا احنا بطوله الكاس. يعني احنا ما كناش خدنا بطوله بس دخلنا وكانت اول سنه لينا في الدوري الممتاز. وقد كان يا كابتن سعيد وتالقتوا بقى يعني اكتسبتوا شهره كبيره في افريقيا. ما هو ده اللي حصل. يعني احنا دخلنا افريقيا عن طريق الاهلي وما كناش خدنا البطوله. فطبعا اول سنه اشتركنا فيها خدنا بطوله افريقيا وبرضه ما كناش خدنا بطوله. فخدنا في اخر السنه خدنا بطوله افريقيا دي وخدنا بطوله الدوري العام. فاحنا بقينا يعني نختار هل نختار بطوله الكاس ولا بطوله الدوري. ففضلنا نشترك في بطوله الكاس فخدنا بطوله الكاس المره الثانيه. ليه فضلتوا في الوقت ده بطوله الكاس كابتن سعيد؟ ليه فضلتوا لما كان قدامكم الاختيارين ليه فضلتوا بطوله الكاس مره ثانيه؟ احنا عشان واخدين بطوله عايزين ناخدها ثلاث مرات بقى عشان عايزين البطوله نفسها تكرروا الفوز باللقب. فخدناها ثاني برضه. يعني خدنا بطوله الكاس خدنا مرتين ورا بعض. جينا السنه الثالثه بقى للاسف الشديد اللي طلعنا زي ما دخلنا هو الاهلي هو اللي طلعنا. خدت كام يا كابتن سعيد بقى؟ بطولتين الماتشين لعبناهم خدت كام بقى؟ يعني احنا كنا طلبنا نلعب بالاسماعيليه او نلعب في المصري بورسعيد. قال لك لا الماتشين هيتلعبوا في الاستاد وهيتلعب الماتشين ماتش ليكو وماتش للاهلي. الماتش الاولاني طبعا طلع 0-0، الماتش الثاني طلع 1-1 اعتبر الجون الثاني. أيوه. الجون اللي جابه الاهلي بجونين ومن هنا زي ما دخلنا زي ما طلعنا. كابتن فوزي كان بيقول بيتكلم على الفلوس المكافئات بيقول خدته كام يا كابتن سعيد؟ مكافآت الفوز في الوقت ده خدنا 5000 جنيه بصراحه. كانوا جميلين كانت وقتها رقم يعني. لا رقم جامد. انت جبت شقه بيهم يا كابتن سعيد؟ جبت شقه وعربيه طبعا. نعم جبت شقه بيهم طبعا. انا جبت عماره مش شقه. كابتن سعيد عايز اسالك سؤال بس مقارنه. يعني جيلك من نجوم المقاولين العرب
ولقاءاتهم مع الاهلي اللي فيها القدرات دي والنديه والمنافسه والمباراه خارج التوقعات. شايف ازاي الجيل الحالي من لاعبي المقاولون في بكره مواجهه امام الاهلي والتوقعات بنسبه كبيره؟ طبعا كل شيء وارد كره القدم والاهلي بيتعامل مع كل المنافسين بمنتهى الجديه، لكن الكفه بتميل لصالحه في قراءه المباريات والارقام اللي سابقه على المباراه دي والتوقعات لصالح الاهلي. هل شايف ان لسه مباريات الاهلي والمقاولين العرب تمثل مباراه ممكن يبقى فيها مستوى تنافس قوي ومنافسه قويه في الملعب زي زمان، ولا الامر اختلف بصراحه؟ انا هقول لحضرتك على حاجه معينه. اي لاعب عايز يظهر ودي طبعا بنلاحظه، او اي نادي عايز يظهر كويس بشكل حلو بيبقى مستني ماتشات الاهلي والزمالك. يعني احنا يختلف الوضع عن الوضع الحالي دلوقتي. يعني احنا زمان في وقتنا لما كنا بنلعب كان في قناتين بس اللي هم القناه الاولى والقناه الثانيه، ما كانش في القنوات الكتير قوي، فطبعا كنا بنستنى وما كانش بيزعل لنا ماتشات الا الاربع ماتشات كنا بنستنى عليهم في السنه، الاربع ماتشات، ماتشين الاهلي وماتشين الزمالك، يعني دول لو ضاعوا مننا ما حدش هيعرفني طول السنه، فكنا بنستنى الماتشات دي بالذات، انما ما شاء الله دلوقتي حوالي سبع ثمان قنوات وبتاع وهنا 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 وهنا. طبعا اللعيب اختلف برضه الوضع. اختلف يعني احنا كنا بنلعب غواه، دلوقتي بقى احتراف. انما الوضع الحالي دلوقتي النادي كله لو طلعت حتى حضرتك كده بص على المقاس اللي كسب الاهلي، بعديها كسب مين؟ ما كسبش حد. بص على اي فريق بيكسب مثلا الزمالك، تبص تلاقي الماتش اللي بعده يتغلب على طول. يعني هي الماتشات الاهلي والزمالك كل الانديه دلوقتي اللاعبين بيقدموا افضل ما عندهم في المباريات. والله تعالى نعم. المباريات دي بالذات يعني. فطبعا الوضع اختلف دلوقتي. طيب كابتن سعيد، هل ممكن نلاقي في الفتره الجايه مره ثانيه تعاقد في المقاولين العرب مع حارس او لاعب من افضل اللاعبين في افريقيا؟ كان في بيل انطوان وكان واحد من اعظم الحراس في القاره ويمكن من افضل الحراس اللي شفناهم على مدار تاريخ الكوره. هل ممكن نشوف نجوم كبار في القاره الافريقيه مؤثرين وموجودين في فريق المقاولين، ولا ده بقى صعب لاسباب فنيه او اداريه او ماليه؟ لا هي هتيجي لو جت حاجه يعني لعيب كويس، او عموما حراس المرمى طبعا ممنوع لان في قرار ممنوع مرمى تستخدم حارس مرمى. طبعا انا بدي مثال بس، ما كان في عبد الرزاق كمان لا من غانا. لا لا ده احنا عبد الرزاق وكريه وانطوان بيل دول احنا جبناهم كانوا احسن لعيبه في افريقيا، وكان اولى برضك شيشيني يعني شيشيني كان اولى بتاع افريقيا لعيب نص الملعب. انا بقول دلوقتي احنا لو جينا اختارنا لاعب او ربنا وفقنا في لاعب برضه هيكون بنفس الاسعار العاديه، ما تقدرش تجيب لاعب ب 3 4 مليون 5 مليون جنيه، لا صعب دلوقتي. يعني انت دلوقتي الاهلي او الزمالك دلوقتي بيجيب احسن لعيب في اي نادي دلوقتي هو عايزه، وطبعا الانديه معذوره لان الاهلي والزمالك بيشترك في بطولات كتير، انما احنا دلوقتي وخلينا نتكلم بواقعيه، احنا مش هنزوق الكلام، البطوله دلوقتي للاهلي والزمالك فقط، بيحارب عليها بقى ثلاث اربع انديه كده عشان ياخدوا الثاني او الثالث، يخش بقى في الكونفدراليه، يخش في كاس افريقيا والكلام ده. انما هل في نادي دلوقتي حاطط طموحاته انه ياخد بطوله دوري من رابع المستعمرات؟ طبعا الكاس بيختلف، الكاس ممكن ضربه حظ 90 دقيقه ممكن يوصل وحاجات زي كده، والدليل على كده المقاولين العرب وصل لنهائي كاس وخد الكاس وخد كاس السوبر. انما الدوري لا، الدوري ليه مواصفات معينه، عايز لعيبه كتير وعايز لعيبه جاهزه مفهوم. يعني حضرتك شايف انه الاسباب فنيه نعم. يعني هنا حضرتك شايف انه الواقع بيقول انه الاسباب فنيه وماليه واداريه، هيبقى صعب نشوف اللاعبين اللي هم اكبر نجوم موجودين في القاره في المقاولين في الفتره الجايه. مفيش شك ده مش هيتحقق. ما تقدرش تشتري لعيب بمبلغ كبير. صحيح. هل ممكن مرتبط بحاجه انت مرتبط بحاجات معينه، انت مرتبط بميزانيات معينه، والدليل على كده ان الزمالك كان عايز احسن لعيب من عندنا، كان عايز محمد فاروق، والمقاولين كان طلب 15 مليون، هو طلب ال 15 مليون ليه؟ عشان يزود ميزانيته، يعني الميزانيه ممكن ما تكونش 15، ممكن تكون 20، ممكن تكون مفهوم 20. ان خلاص ميزانيات كل نادي ومساحه الغطاء المالي المتاح للتعاقدات في خزانه اي نادي هو اللي بيحكم الاختيارات الفنيه. مفيش شك اكيد الانديه الثانيه دلوقتي اعتمادها كلي وجزئي على الفلوس اللي بتاخدها مثلا من
اللي هي حقوق الرعايه والكلام ده، انما الاهلي والزمالك لا بيدي لهم فلوس كتير من كذا اتجاه، انما احنا كلها بتعتمد على الشركه، ما تقدرش تجيب من بره. كابتن فوزي اعتقد هيوجه لك سؤال يا كابتن سعيد، اتفضل يا كابتن فوزي. هل ممكن يا كابتن سعيد تطلع لنا محمد صلاح تاني؟ بص يا كابتن فوزي، الجد دلوقتي هتيجي، احنا كل تركيزنا دلوقتي على الناشئين، وغصب عننا يعني غصب عنك لازم تعتمد على الناشئين، لازم تعتمد عليه، فان شاء الله ليه لا؟ احنا عندنا فرقه 99 ما شاء الله فيها خمس ست لعيبه، ممكن حد منهم كده احنا عايزين خمسه سته سبعه. لا موجود موجود كابتن سعيد، عايز اقول لك كابتن سعيد في دوره الصيد الدوليه اللي كانت في اغسطس السنه اللي لسه انتهت من حوالي 3 4 ايام، نادي المولود زي ما انت بتتكلم كده بيعتمد على قطاع الناشئين او دوري البراعم بالذات، يعني انت عندكم خمس فرق تسع سنين و10 و11 و12 و13 من افضل الفرق اللي موجوده في مصر حاليا، لان شفتهم في الدوره دي يا محمد فوزي واخد بالك، ونادي المولود خد الدرع بتاع البطوله ومشارك فيها 18 فرقه منهم الاهلي والزمالك والمقاولين والقناه والانبي التقرير طبعا اعزام التقرير عن البطوله فعلا. باكد على كلامك ان كنتوا عندكم فعلا قطاع ناشئين واعد بشكل كبير جدا وقادم بشكل يعني كبير. يعني في تفاؤل في النهايه كابتن سعيد، كابتن ماهر قال قطاع الناشئين تفاؤل، انا بقول لحضرتك احنا مرغمين دلوقتي، ما غصب عنك لازم تعتمد على قطاع الناشئين. صح اكيد، لان انت ما تقدرش تجيب خمس ست سبع لعيبه ب 10 15 مليون كل سنه. صح فطبعا ابنك اللي انت بتربيه اللي بيقعد معاك ثلاث اربع سنين خمس سنين ست سنين ده ربنا يكرمنا فيهم، وزي ما بتقول برضه لا جايز ربنا يكرمه كده ويحترف زي محمد صلاح والنني ان شاء الله، جايز يطلع الفريق الاول وجايز يتباع، يعني الطموحات اختلفت دلوقتي ان شاء الله موفقين. انت بتفكر تاخد بطوله دوري او بطوله كاس؟ لا، الطموحات الوقت ان انت تبقى في مركز كويس وربنا يكرمك وتظهر بمظهر كويس. موفقين ان شاء الله يا كابتن سعيد، بعيدا عن مباراه الاهلي، عن مباراه بكره ان شاء الله مباراتين، لكن نتمنى لكم طبعا كل التوفيق، وانه يرجع المقاولين دايما في حسابات المنافسه في الكره المصريه ويرجع لسابق عهده، وده اللي اشار له كابتن ماهر وكابتن فوزي لما اشاروا لنجمنا الكبير محمد صلاح وتجربه خروج هذا النجم الكبير من نادي المقاولون العرب، وايضا قطاع الناشئين المتميز اللي اشار له الكابتن ماهر همام. اشكرك جدا كابتن سعيد الشيشيني على مشاركتك معنا في الحوار، وهنتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونعود لاستكمال الحوار. مباراة مهمة جدا زيها زي أي مباراة بالنسبة للنادي الأهلي. الأهلي هدفه في كل مباراة بياخدها في دوري في كاس في أفريقيا هي الفوز. ثلاث نقط الأهلي هيحققهم إن شاء الله في مباراة اليوم مع المقاولين العرب مهمين جدا من أجل الانفراد بالصدارة والتغريد منفردا بعيدا عن الجميع، ولكن ما أود أن أقوله أن النادي الأهلي مع احترام لكل الأندية الموجودة هو من يقدم كرة قدم حقيقية هذا الموسم، وهو من يقدم مايسترو اسمه عبد الله السعيد لاعب نضج بشكل غير عادي، أجاي لاعب أصبح فوق العادة، أزارو خلاص يعني نضج واستوى وأصبح من الهدافين، تعلقت به جماهير الأهلي في الفترة اللي فاتت. المباراة مهمة جدا في ظل غيابات النادي الأهلي، لكن الأهلي دايما بمن حضر. لكن حابب أقول خبر كمان أن البطاقة الدولية بتاعت حسام غالي وصلت وتم عقده في الاتحاد المحلي وأصبح جاهز للمشاركة في كل المباريات خلال الفترة اللي جاية. شايفها مباراة صعبة، انتصار برضو الفرقة تمن انتصارات الفترة اللي فاتت، عايزين يعملوا انتصار التاسع إن شاء الله يقرأ خطوة جديدة للاحتفاظ بدرع الدوري. الماتش المقاولين فرقة صعبة تقريبا مركز سابع دلوقتي في الدوري، بيقدم نتائج حلوة، عندهم أكتر من لعيب كويس، أحمد علي أو محمد فاروق اللي كان في الأهلي أو حسن الشامي، فأعتقد تبقى مباراة صعبة، وغير إن كمان ليها حساسية خاصة مباراة المقاولين دي، إحنا هنلعب المقاولين تاني في اليوم الاثنين اللي جاي، فأعتقد زي ما قلت لك مباراة صعبة وثلاث نقاط مهمين جدا للأهلي للحفاظ على بطولة الدوري. توقعات المباراة يعني بغض النظر عن الغيابات اللي هيغيب علي معلول وأيمن أشرف أو احتمالية وليد سليمان برضه إنه يغيب، لكن أعتقد كل الفرقة اللعيبة الموجودة دلوقتي تقدر تحقق الفوز، شايفين كابتن حسام البدري بيقدم نتائج حلوة، بيتابع نظام سياسة التدوير بشكل كويس جدا، عامل تشكيلة وعامل نتائج كويسة جدا، أغلب اللعيبة ظهرت بمستوى كويس. لو شفنا حمودي خد فرصة وظهر، ميدو جابر خد فرصة وظهر، وليد أزارو ما شاء الله بقى كويس جدا، 10 أهداف في الدوري،
عندنا كذا حد برضو الدفاع، عندنا بدايل ايمن اشرف او علي معلول، في محمد نجيب جاهز يقدر يلعب الماتش، وفي محمد هاني برضو بيقدم بشكل كويس جدا في مركز المساك، وعندنا سواء في الجانب الايسر عندنا صبر رحيل برضو يقدر يعوض غياب علي معلول. واعتقد زي ما قلت لك هتبقى مباراه صعبه، واعتقد ان شاء الله الاهلي الاقرب للفوز في الماتش ده والماتش الجاي برضو اللي هيبقى الاثنين مع المقاولين برضو. واعتقد ان السته بونت دول هيقربوا كتير جدا او هيوضحوا بشكل كبير اقتراب الاهلي للحفاظ بعلاقه بالدوري الاربعي ان شاء الله. مباراه صعبه في ظل ظروف نادي المقاولين العرب السنه دي، نادي المقاولين بيقدم كره كويسه تحت قياده الكابتن محمد عوده، محتل مركز متقدم، فرض اسلوبه وسيطرته على معظم في المباريات اللي لعبها السنه دي. بنتمنى ان شاء الله تكون مباراه قويه تناسب حجم الفريقين، واكيد ان هي مباراه فارقه في تاريخ في مسيره النادي الاهلي في بطوله الدوري السنه دي، لان الاهلي لو تمكن من تحقيق الفوز سيتسع الفارق الى 12 نقطه، وده اكيد اللي بيطمح ليه الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري. كابتن ماهر همام، افضل العناصر اللي بتعتبرها القوه الضاربه في الفريقين، يعني مباراه الغد العناصر المتاحه امام الكابتن حسام بعد غياب عدد من النجوم للاصابه او لاختياراته هو الفنيه طبعا كمدير فني للفريق، مين العناصر اللي ممكن يبنى عليها شغل الجهاز الفني او المدير الفني؟ هو زي ما قلت لك يا محمد، احنا الحمد لله ربنا كرمنا بشكل كبير جدا، واختيارات المدير الفني اللي بتعتمد على ثلاث مراحل او ثلاث فئات، الخبره واللعب الوسط والدم الجديد موجوده برضه في فرقتنا بشكل كبير. يعني هنبص نلاقي ان الشناوي بدا يمثل قوه وخبره في حراسه المرمى بشكل ما شاء الله، بقى منافس قوي جدا بالنسبه لشريف اكرامي. احمد فتحي طبعا في خط الظهر بيمثل لنا ثقل وقوه وخبره، ولاعيب من اللعيبه الجواكر اللي انت بتقدر تعتمد عليها، باك رايت يقدر يلعب، قلب دفاع يقدر يلعب، هاف ديفندر يقدر يلعب. حسام عاشور برضك توازن في نص الملعب بشكل جيد، حسام من اللعيبه اللي انت بتقدر تعتمد عليها بشكل كبير، بيمثل خبره وقوه فيها من التغطيه والمجهود المبذول والانقضاض. حسام عاشور يا كابتن ماهر، طالما تطرقنا للحديث عنه، في ناس تقول حسام عاشور من اللاعبين اللي الجمهور ما ياخدش باله قوي من دورهم بالزبط في الملعب، في ناس يعني جماهير اهلاويه يقولوا يا جماعه احنا الماتش اللي حسام عاشور مش موجود بنبقى شايفين في مشكله عندنا، ان هو وجوده في الملعب بيفرق بدرجه كبيره لانه بيجيد دور الوسط المدافع ومهامه 100% او 150%. حضرتك رايك بالظبط، انت تبدا تحس بحسام عاشور داخل الملعب في الحاجات اللي فيها بقى ثغرات على اطراف، بيقدر يغطي في العمق، يقدر يغطي حتى كمان بالنسبه للهجمات اللي بتبقى رايحه عليك ما تحسش بيها. النقطه الثانيه، الجمهور بيبدا يحس بالكلام ده لما ما بيلاقوش في التشكيل، يعني حسام عاشور ما بقاش في التشكيل يبدا يقلق جمهور النادي الاهلي بالنسبه لنص الملعب وبالنسبه للجزئيه الدفاعيه اللي موجوده في نص الملعب. بس ربنا هو كابتن ماهر بكره ممكن حسام ما يبداش بيه لانه راجع من اصابه ممكن ما يبداش بيه، ممكن فتحي ويبقى قاعد بره برضه فتحي السوليه يعني بالظبط. اتمنى له حسام لان حسام لعيبه كبيره، وبعدين هو اتاخر كمان بالنسبه للمنتخب مصر، يعني هو مش محظوظ يا عيني، يعني هو من اللاعبين اللي هم يعني نجاحاتهم كبيره جدا بالزبط في مشوارهم وتحقيق البطولات، بس لكن من اللي في غالبيه الوقت على طول مع الاسف يا عيني بالنسبه للمنتخب القومي يعني اتاخروا بشكل كبير جدا على اختياراته. النقطه اللي بتمثل قوه كمان في خطوط النادي الاهلي، وقوه شرسه وقوه خط من الخطوط اللي احنا بنعتمد عليها بشكل كبير جدا في معظم نجاحاتنا في الفتره السابقه، طبعا اجايه وازارو وعبد الله السعيد، وكان معاهم مؤمن كمان بيمثل القوه، ووليد سليمان. بس وليد دول خارج المباراه دول يعني بيعتبروا مفاتيح لعب للنادي الاهلي بالنسبه لحسام البدري، وخبرات في نفس الوقت محمد بيمثلوا مشاكل كبيره لكل الفرق المصريه او كمان الفرق الافريقيه. ربنا كرمنا بالخط ده بشكل كبير جدا. في اضافه كمان يمكن باذن الله قادمه واعده زي صلاح محسن نقدر نشوفه في الفترات القادمه. باقه برضك من ضمن الولاد اللي تحت السن اختيار افريقي عنده سرعات وعنده انقضاضات، وشفناه يمكن في مباراه التكريم فؤاد انور في المملكه العربيه السعوديه والهدف اللي سجله. احمد ياسر ريان الدم الجديد اللي احنا بنتكلم عليه الواعد ان شاء الله من المهاجمين اللي كابتن حسام، مروان محسن
عايز اقول لمروان معلش الاصابه اللي حصلت لك دي حصلت لي انا قبل كده بعد الرباط الصليبي يا محمد. لما بيجي لك اصابه بتنسيك الوجع اللي موجود في الاصابه الاولانيه. فيمكن ربنا سبحانه وتعالى يمكن مروان اصابه في الانكل عشان بس ينسى موضوع الرباط الصليبي وينسى ركبته ان شاء الله يرجع. ومروان راجع ان شاء الله بقوه باذن الله لهجوم النادي الاهلي. هو لاعب متميز جدا الحمد لله. كابتن محمد زي ما قال كابتن ماهر كان زمان اللي بيجي له رباط صليبي ده شكرا خلاص ده دلوقتي يعني شفنا بره بيعملوا عمليات وبيلعب كاس عالم يعني وبيلعب ترجع تكمل او بيلعب اوروبا وبيلعب. طيب نفس السؤال يا كابتن فوزي عناصر القوه او التفوق اللي ممكن يبني عليها كابتن حسام حساباته بالنسبه لمباراه المقاولون ومين العناصر اللي شايفها في المنافس في المقاولون في الجيل ده من اللاعبين او الفريق اللي هنواجهه بكره اللي ممكن يبنى عليها اي طموح عند الجهاز الفني وكابتن محمد عوده انه يحاول من خلالها تهديد مرمى الاهلي. يعني نشوف كده كابتن محمد لو احنا بنراجع هتلاقي لسه بنشكر بنقول المقاولين العرب الحصان الاسود بس ثلاث ماتشات الاخيره مع الاتحاد 1-1 مع النصر 2-2 مع الاسيوطي 1-1 يعني حتى كان بيلعب في المقاولين العرب النصر هو اللي جاب جون الاسيوطي جاب جون الاول في الدقيقه 57 والمقاولين اتعادل في الدقيقه 65 هو عنده احمد علي يعني انا بعتبر احمد علي من الهدافين الموجودين وهو الهداف يمكن لفرقه المقاولين العرب عنده 8 اهداف برده كويس يمكن انه وعنده خبرات زمالك واسماعيلي وطرف خارج مصر يعني لاعب عنده خبرات ولاعيب مجتهد ولاعيب عنده يعني بيبقى بيحب يسجل اهداف فده بيعتمد عليه طبعا الكابتن محمد عوده مع حسام باولو برده يعني برده راجع حسام باولو من كذا مكان لعب فيه عايز برده يثبت وجوده عايز يقول انا موجود اهو حسام باولو ومحمد ناجي جده برده يعني اتمنى له برده ان ربنا يرجعه بالسلامه بقى ويرجع للمستوى اللي احنا شفناه قبل كده محتاج عزيمه من عنده. ايه التفسير؟ عايز اسمع من حضرتك من كابتن ماهر لانه فعلا ان شاء الله يعني الدعوه اللي حضرتك قلتها انه باذن الله او نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه جده يرجع لمستواه لان جده من اللاعبين اللي ظهورهم بعد الماتش قوي بعد الماتش طبعا بنتكلم ان شاء الله يرجع لمستواه ويرجع لاهدافه وامكاناته المهاريه والفنيه والبدنيه بس بعد المباراه دي. لكن بشكل عام جده من الحالات اللي يمكن كتير من الناس ما قدرش يحللها بشكل منطقي او علمي او يفسر لنا ده ظهوره كان قوي جدا 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 مع منتخب مصر في كاس الامم لفت الانظار تالق بشكل غير عادي وغير طبيعي كراس حربه وكان موفق في 2010 بشكل غير مسبوق وبعدين تراجع الامر تدريجيا بعد انتقاله للاهلي ما شفناهوش على نفس المستوى. انت عارف يا كابتن محمد انا برضه هسمع رايه في النقطه دي يعني لما اتبع جده بعد الاصابه لما جات له اصابه اثرت معاه شويه قعدته شويه بعيد بعد هي بتبقى عايزه جلد من عنده بنقول اللعيب ده لازم يبقى عنده جلد ان هو عايز يرجع بيصمم انه يرجع الاصابه وربنا يشفيها يا رب ويبعد الاصابه عنه بعد كده ان لازم هو يرجع نفسه هو اللي هيساعد نفسه اتمرن كتير بيركز كتير بي 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 لان انا بشوفه في الماتشات كتير قوي يا عيني بيلعب شويه وبيطلعوه لو لعب من الاول شويه ويطلع كان الاول ما بيطلعش من الملعب يعني لما بعد المنتخب والحاجات كان ما بيطلعش من الملعب لما جرب في النادي الاهلي وبعدين بعد ما مشي من النادي الاهلي والاصابه اللي جات له واحترف خارج مصر واحترف خارج يعني في اكتر من تجربه يعني في تجارب كتيره في الاخر المقاولين يمكن بدا دلوقتي بيرجع تاني بيحاول يرجع بس هو لازم يساعد نفسه عايز يساعد نفسه عشان يقف على رجليه لان اول حاجه التوفيق ده بتاع ربنا بالنسبه للتهديف تاني حاجه لما تكون انت واقف على رجليك في اللياقه اللي احنا بنتكلم عليها اللي انا ما قلت عليها بالنسبه للمقاولين العرب اللي هيعاني منها محمد كابتن عوده ان اللياقه البدنيه يعني لما كنا بنتكلم مع الكابتن ماهر والكابتن سعيد الشيشيني كان عندهم مايكل ايفرت كابتن ماهر بالظبط كان معتمد على اللياقه اللياقه دي لو اي مدرب بيمسك عنده لعيبه كويسه وبيعتمد على اللياقه زي النادي الاهلي ان يقدر يلعب ال 95 دقيقه مش ال 90 دقيقه والناس اللي قاعده بره موجوده بتنزل ممكن تكمل تنشط اداء الفريق تنشط الاداء وعنده اللياقه فالقوام اللي عنده يقدر يلعب 90 دقيقه ويلعب 95 هو ده اللي ينجح فالفريق المقاولين العرب يعني هنتفرج بكره وهنشوف لان شفت الماتشات اللي قبل كده برضه درجه اللياقه عندهم ما بتساعدهمش ان هم يكملوا بنفس القوه نفس القوه اللي بيبدا بيها يعني اي فرقه يعني شايف ان الفريق بيبدا يتراجع كيرف الاداء عنده من الناحيه البدنيه بعد قد ايه تقريبا بص يا كابتن محمد يعني ممكن لو استحمل شوط وهيبذل فيه وده اللي قال عليه الكابتن عوده نفسه قال لك انا خايف على المباراه الثانيه ان هم هيموتوا نفسهم في الماتش الاولاني مش هلاقيهم في الماتش الثاني يعني ده كلام المدرب بتاعهم لان اللياقه ما بتجيش في ماتش ولا ماتشين ده طول الموسم بتخطط لها من فتره اعداد كويسه لعيبه واقفه على رجليها النتائج برضو بتاعه المقاولين العرب ثلاث ماتشات اللي انا قلت لك عليهم الاخر دول ليها تاثير جامد جدا برضو على اداء اللعيبه على ان هو هيلاعب النادي الاهلي عارف يعني ايه النادي الاهلي
وزي ما قالك الكابتن سعيد الشيشين لما سمعناه دلوقتي قالك الماتش ده بالنسبه لهم يعني ده كل الناس بتتفرج عليا عيد بالنسبه لهم، فكل اللعيبه بتركز. معانا على الهاتف كابتن بلال، مساء الخير. مساء الخير يا محمد، ازيك؟ اهلا بيك، اهلا بيك، ازاي صحتك؟ وطبعا سعداء بمشاركتك معانا. بمسي على كل ضيوفك الموجودين في الاستوديو. يا كابتن بلال، ماهر امام معاك يا حبيبي. كابتن ماهر مساء الخير. ازيك يا بلال؟ حضرتك وحشنا يا بلال. احنا صراحة احنا يعني مقصرين في حقك جامد جدا، من هدافين النادي الاهلي الجمال، وكان لسه معروض لك هدف في المقاولين كان جميل جدا يا بلال، من الفراوده الجميله اللي لعبت في النادي الاهلي. اتاخرت كمان ان اتاخرنا عليه، انا ما اعرفش ان بلال معانا على التليفون. كابتن بلال احنا بنتكلم، كنا بنعرض او افتكرت ان احنا هنعرض تقرير لمجموعه من لقاءات الفريقين اللي فيها اهداف احمد بلال، 8 اهداف واكبر عدد من الاهداف احرزه اي مهاجم في تاريخ الفريقين في مواجهاتهم المباشره. قول لنا تاريخ لقاءات المقاولين، فاكر اهدافك في المقاولين؟ المباريات بين الاهلي والمقاولين بالنسبه لك كانت من المباريات دايما لها طابع خاص ولا لا؟ والله يمكن انا كنت دايما بحب ماتشات المقاولين العرب، يعني عارف انت في ماتشات كده تبقى محببه بالنسبه لك يعني، والمقاولين دايما على طول دايما من الفرق الحلوه اللي بتلعب كوره يعني، يعني طول عمر المقاولين كده، مش فرقه مثلا بتعتمد على الدفاع او على القوه او على الهجمات المرتده، لا فرقه بتلعب كوره كويس قوي طول عمرها. حتى كمان يا كابتن حضرتك عارف ان شيرين برده من الفرق اللي بتلعب كوره كويس قوي، هي فرقه المقاولين العرب، فدايما الماتش اذا كنا في الناشئين وفي في الدرجه الاولى يعني دايما بنبقى مستمتعين في الملعب. وانا الحقيقه مباراه المقاولين العرب ليها ذكريات حلوه جدا معايا، يمكن انا سجلت هدف في المباراه اللي كسبناها 6-1 او 6-2 يعني 6-1 تقريبا، يعني كان برده من اجمل الاهداف اللي انا سجلتها في 6-2 فعلا. المباراه انتهت 6-2 حسب ما قال لي دلوقتي زملائنا بيفكروني في فريق الاعداد، المباراه دي انتهت 6-2 فعلا. كانت كوره بالعرض من ناحيه الشمال لعبها كابتن محمد عماره، فطلعت وحطيتها بوش رجل الخارجي في الجول، ده كان من هدف من اجمل الاهداف اللي سجلتها في المقاولين العرب. يمكن سجلت 4 اهداف وفي مباراه هدفين، وفي مباراه هدفين في مباراه هدف ثاني، وفي مباراه ثانيه هدف، سجلت 8 اهداف في المقاولين العرب. والحقيقه يمكن حتى في استاد القاهره وفي المقاولين العرب نفسه يعني كنت دايما بحب المباريات بتاعتهم، في مباريات تبقى شيقه كده ممتعه بالنسبه لك، مباراه كلها كوره، حتى كمان المباريات اللي ما سجلتش فيها اهداف المقاولين العرب دايما كنت بستمتع بيها كلها. هل الجيل اللي واجهكم يا كابتن بلال في وقت ما كنت متالق مع الفريق وكنت ضمن نجوم الفريق في الوقت ده في الاهلي، الجيل اللي كان بيواجهكم اللاعبين المقاولون العرب كان شايف في درجه من النديه؟ كانوا على مستوى فني وبدني عالي؟ كنت بتشوفوا المباريات دي فعلا صعبه وخارج التوقعات ولا لا بصراحه؟ لا فريق، لا المقاولين العرب طول عمره فريق كويس يعني، المقاولين العرب يمكن حتى بالجيل اللي كان بيلعبنا، حتى كابتن عوده تمام هو دلوقتي هو المدير الفني للمقاولين العرب كان موجود برده في الجيل اللي كان بيلعب معانا، ورامي عادل برده كان في الجيل اللي بيلعب معانا، ومحمد الشيكو لعيب النادي الاهلي اللي كان موجود برده معانا، وكان سامح الفرق بتاعهم كان برده بيلعب معانا في المنتخب، اسماء كبيره يعني كانت موجوده في المقاولين العرب. لا هم فرقه طول عمرهم الحقيقه يعني بيتميزوا حتى كمان على ملعبهم يعني كابتن محمد بيبقوا صعبين قوي يعني، بتبقى المباراه كلها نديه، كلها حماس، كلها اثاره، فرقه على ملعبها صعبه جدا جدا، ما بتحبش تخسر. السنه دي كمان عاملين شغل كويس قوي في الدوري العام، خاصه في بدايه السيزون بيلعبوا كره كويسه جدا جدا جدا. انا بس يمكن الحاجه اللي ممكن اقلق عليها من مباراه بكره الحقيقه مش المباراه اللي بعد كده، انا سمعت الكباتن بيتكلموا على عنصر لقب بدايه، وده عنصر مهم جدا هيفيد طبعا النادي الاهلي في المباراه اللي بعد كده. الاهلي كابتن حسام بدري بيعمل روتيشن كويس قوي، بيغير في اللعيبه كويس قوي، كل مباراه ليها اللعيبه بتاعتها، لياقه البدنيه بتاعت النادي الاهلي دلوقتي وصلت للتوب تقريبا. انا بس الحماس الكتير قوي والرغبه اللي عند المقاولين العرب، انت دايما لما بتلاقي فرقه عندها يعني ما عندهاش مشكله في الهبوط دي بتبقى صعبه شويه، لانها خلاص مرتاحه هتلعب كوره كويس قوي، ممكن هتبقى الحماس والرغبه عندها ان هم بيبقى فكرهم مرتب اكتر كجهاز فني ولاعبين. بالظبط، ما عندهمش توتر يا كابتن محمد خالص، هم هيلعبوا ماتشات بيلعب ماتش الاثبات الذات امام النادي الاهلي وده الفريق البطل، وفرصه طبعا لاي فريق وهو بيلعب قدام الفريق البطل النادي الاهلي ان هو يثبت ذاته. بشكرك جدا كابتن بلال، كابتن احمد بلال نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا والهداف التاريخي في صفوف الاهلي للقاءات الفريقين المباشره، اللقاءات اللي تمت بين الاهلي والمقاولون العرب. كابتن ماهر تعليقك على، طيب هنتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع للدقائق الاخيره من هذا الحوار لتعليق من ضيوفنا نجومنا الكبار كابتن ماهر امام وكابتن فوزي سكوتي، نشوف مع حضراتكم هذا التقرير.
مواجهات الأهلي والمقاولون العرب لا تخلو من الإثارة عن طريق بعض العناصر التي تمثل القوة الضاربة في أي من الفريقين، ويعتمد عليهم الجهاز الفني سواء في الأحمر أو ذئاب الجبل. ففي النادي الأهلي يعتمد حسام البدري على بعض العناصر التي تعد مكمن الخطورة على مرمى المنافسين، يتقدمه عبدالله السعيد ترمومتر أداء الأهلي في الفترة الأخيرة، والذي تفشل الرقابة الدفاعية معه من قبل المنافسين لإيقاف خطورته وتمويل زملائه بالفرص على مرماهم. بالإضافة إلى أنه يحتل وصفة هداف الفريق برصيد 9 أهداف، وأيضا هناك الفهد الناجيري أجاييه الذي يعتبر من أفضل صناع اللعب في الدوري، وأيضا ساهم بأهدافه وصناعة الفرص في تشكيل الخطورة على مرمى المنافسين. مع هؤلاء يتألق الصقر المغربي وليد أزارو هداف الفريق الذي يملك في جعبته 11 هدف، ويمثل قلقا دائما لمدافعي أي من الفرق التي تواجه الأهلي وحر راس المرمى. ومع هؤلاء يأتي الجوكر أحمد فتحي الذي يصول ويقول في الملعب، لا يتوقف عن مركز بعينه، لكن تجده في كل مكان في الملعب، ويصوب ويتصدى لهجوم المنافسين، ويمثل القلب النابض للأحمر. يظهر في الصورة بقوة التونسي علي معلول الذي تمثل عرضياته خطورة كبيرة على مرمى المنافسين، بالإضافة إلى تصديه لكافة هجمات المنافسين من جبهة الأهلي اليسرى. في المقابل يدخل المقاولون العرب بقيادة محمد عودة لقاء الأهلي، وهو عناصر خطورة تمثل أوراقا رابحة له يسعى لاستخدامها، مثل ما حدث في الفترة الماضية في مقدمتهم هداف الفريق أحمد علي برصيد 8 أهداف، والذي يجيد الانقضاض على العرضيات وأيضا المراوغات، بالإضافة إلى محمد فاروق الذي يمثل عنصر السرعة والانطلاق في صفوف ذئاب الجبل، والغاني تورك جبرين الذي يمثل بانطلاقاته صداعا لمدافع المنافسين، وهناك الصاعد الواعد طاهر محمد طاهر الذي يسير بخطى ثابتة نحو النجومية، ويعتمد عليه جهاز المقاولون في خلخلة دفاع المنافسين. بعد ما تابعنا التقرير احنا وصلنا للجزء الاخير من الحوار مع حضراتكم مع ضيوفنا نجومنا الكبار كابتن ماهر همام وكابتن فوزي سكوتي. كابتن ماهر، قبل ما ننتقل لنقاط اخرى، حضرتك كان عندك تعليق على موضوع محمد ناجي جدا. لعب كويس طبعا، ويمكن فترات المنتخب مع كابتن حسن شحاته كان مميز بشكل كبير جدا، ويمكن كابتن حسن شحاته هو اللي يمكن اضافه بالنسبه له، وهو اللي ظهر لنا يعني، هو اللي لان في حاجه اسمها جد موجوده. عايز اقول لك حاجه، محمد هو بعد ما جانا النادي الاهلي عاش يعني يمكن اكتر من 2 سنين يمكن او 3 سنين مع النادي الاهلي. سنتين من 2 لـ3 يعني، شاف فيهم العز كله يعني، شاف الجنه في الارض موجوده في النادي الاهلي من كل ما تتخيله، مجلس اداره على مستوى جمهور، اعلام يحرك، اعلام، بطولات، لعيبه كمان، لعيبه. الكلام ده انا قابلت محمد جده، هو اتاثر نفسيا لما خرج طبعا الأهلي. طبعا لما خرج من الاهلي اتاثر نفسيا بشكل كبير جدا، واثرت عليه يمكن في ادائه في الفترات السابقه يعني. لكن انا من خلال برنامجنا هنا بقول له محمد انت لعب كويس، حاول تفوق بقى، واخد بالك، وتبدا تاني يعني كده ترجع. مع كابتن فوزي ان محمد ناجي جده عنده افضل. طبعا لعيب كويس، لعيب كويس. وهم المجموعه دي كمان يا فوزي محمد مجموعه هايله فيها خبرات بشكل كبير، فيهم بعض اللعيبه من ولاد احمد علي برضك، من ابن من ابناء النادي الاهلي محمد سمير، من ناشئ النادي الاهلي رامي عادل كان برضك فترات موجود معانا، محمد ناجي جده، عندهم لعيبه كويسه جدا، محمد فاروق. فانا شايف ان مباراه بكره فاروق اتكلم عنه، محمد فاروق المقاول محمد فاروق لعيب كويس، قال ان شايفه لعيب كويس وهايل، لاعب دولي سابق ولاعب محمود فتح الله لعيب كويس، حسن الشامي. يعني انا شايف ان مجموعه المقاولين بصراحه السنه دي عامله شغل كبير جدا. الفتره اللي فاتت، السنوات اللي قبل كده، يمكن كانوا اضعف من كده، وكانوا يمكن ترتيبهم في الجدول اقل من كده، وكان في خطوره عليهم للنزول. السنه دي الحمد لله يمكن التوليفه اللي عملها عوده واختياراته للنجوم او اللعيبه المميزه بهذا الشكل هي اللي وصلته للمركز السابع، وهي اللي اديته يمكن في الجدول 21 مباراه فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 6، وله من اهداف 27 وعليه 24 31 نقطه،
زي ما قال بلال هيلعب مباراه فيها ارتياحيه، هيلعب مباراه فيها ثقه، الدوافع عندهم يهمهم ان هم ينولوا بقى من نادي القرن، ينولوا من البطل. انت كل الفترات اللي جايه دي خد بالك يا محمد الفرقه كلها هتحاول ان هي عايزه تخطف حاجه من الاهلي، تعادل، تكسب، تعمل مفاجاه. ده بيعمل لهم صدى اعلامي وجماهيري بشكل كبير، ان هو عوده وجهازه الفني والاداري ومجلس اداره هيعيشوا الخمس ايام دول في خلال مباراتين مع النادي الاهلي، الفضائيات والاعلام والجمهور والمحبين بشكل كبير يعني. كل الاعلام مسلط عليه. توقعاتك بعد ما قلنا كل حاجه ان موازين الفريقين وقدراتهم العناصر المتواجده غدا اللي غايبه للاصابه او لاسباب فنيه، قدرات وارقام واحصائيات خاصه بالفريقين من بدايه الموسم كابتن فوزي، متوقع ايه المباراه بكره؟ يعني توقعاتك للنتيجه او لشكل الاداء اللي هيفرض الاهلي نفسه بيه ان شاء الله، او قدره المقاولين على المنافسه في الملعب. هو طبعا نتمنى في الاول نشوف كره حلوه ونشوف لعيبه النادي الاهلي زي ما عودونا بالاداء بتاعهم الجميل السلس، الاداء الجماعي، الاهداف اللي بتدخل الفريق الخصم دي برضو، النتائج بتاعت النادي الاهلي اللي فاتت، الماتشات اللي فاتت في مستوى ثابت للنادي الاهلي بيتقدم كمان حتى مش ثابت، كل ماتش بيزيد، في ثقه في اللعيبه في ان هم بيكسبوا يقدروا يكسبوا، بتنعكس على المقاولين العرب زي ما قلت ان الثلاث ماتشات الاخرين التعادل بتاعهم برضو، لكن برضو هم محافظين ان هم ما اتغلبوش يعني برضو تعادلوا على قد ما يقدروا. لكن تملي بقول يا كابتن محمد وكابتن ماهر ان احنا الانديه ما تفكرش في اهلي وزمالك او ما تفكرش في الاهلي بالذات، على ان اساس الاهلي هو دلوقتي اول الدوري، مش عايزين انه بطل الدوري، بنقول اول الدوري ان شاء الله زي ما تعودنا، وحتى الكابتن حسام بدري بيكلم لعيبته ان الدوري لسه الملعب لسه لغايه اخر ماتش، واحنا تعودنا حتى لو النادي الاهلي ضمن ما بيسيبش ماتش، يعني لو مثلا فاضل 3 4 ماتشات والنادي الاهلي بقى هو البطل الدوري خلاص معروف، هيلعب اي فرقه وهتهبط هيلعب قصادها زي اي اكنه بيلعب ماتش كاس من اجل الفوز، يعني عايز يفوز فده النادي الاهلي. فانا بقول ان الانديه اللي هي في وسط الجدول زي المقاولين العرب السابع مثلا دلوقتي بيبص للقبليه واللي بعديه، يعني انبي قبليه ابلي 32 نقطه، اللي بعديه الداخليه 29 نقطه، لما باجي العب مع الفرق دي اصمم بقى يا كابتن ماهر ان انا افوز مع الفرق دي، يعني انا مش عايز اجي قدام النادي الاهلي هو صحيح شو وكل الناس بتتفرج عليا والاعلام والصحافه، بس حضرتك بتتكلم عن التفكير العملي والعلمي اكتر ان انا افكر احسن مركزي وقطعا بالضبط. المدربين برضو بيفكر فيها، يعني كابتن وليد هتلاقيه بيفكر فيها اكيد في ده طبعا، النادي بيفكر فيها ان انا النادي الاهلي، طب لو انا مثلا خدت نقطه من النادي الاهلي ده بيحمد ربنا طبعا انه خد نقطه من النادي، لكن الحلاوه لما اجي اخد 3 بونت من اللي قبليه او اللي بعديه ب6 بونت، يعني انا اللي احسن، هل اللي يخليني اخش اتقدم في الدوري ويبقى في الدور الاربعه الاوائل او الخمسه الاوائل، ولا استنى السابع وانزل الثامن او التاسع؟ فالتفكير ده طبعا مهم جدا، يعني انا بقوله لمعظم المدربين لو انا ماسك فرقه اجي قصاد الاهلي والزمالك اعملوا على قد ما تقدروا، بس اجي الماتش اللي بعديه انسى الاهلي او انسى الزمالك او انسى الاسماعيلي. كل الايجابيات اللي اتكلمنا عنها اللي موجوده في عدد من عناصر المقاولون العرب او قدرات عند جهازه الفني ورؤيه فنيه خاصه بترتيبه في جدول الدوري وامكانيات حضرتك وكابتن ماهر شايفينها، ان شاء الله تبقى بعد المباراتين اللي مع الاهلي بعد الماتشين لينا باذن الله مباراه الغد ومباراه الاحد القادم. لكن طبعا كل التقدير اكيد لكل الاجيال المتعاقبه في نادي المقاولون العرب سواء الجيل الذهبي لهذا الفريق محليا وافريقيا اللي قدم مباريات اكثر من رائعه قدام نجومنا كابتن ماهر همام وكابتن فوزي وكل هذا الجيل اللي كان طبعا على قمته نجم النجوم الكابتن محمود الخطيب الرئيس الحالي لمجلس اداره النادي الاهلي، ولكل الاجيال وصولا الى الجيل الحالي اللي هيواجهوا نجومنا بكره. ونتمنى ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه ليتسع فارق النقاط الى 12 نقطه، وننتظر المباراه الاخرى في الدور الثاني اللي هي المباراه التي سيخوضها ايضا الاهلي امام المقاولون يوم الاحد القادم. أنا بشكر حضراتكم على وجودكم معانا، شكرا جزيلا، وبنسعد بوجودكم معانا دايما على شاشة قناة الأهلي ومن خلال استاد الأهلي، نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا. يوم الاثنين المباراة الثانية اللي هتكون أمام المقاولون، يوم مباراة الغد الخميس والحد هيكون راحة، وأيضا المباراة الثانية هتكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله. نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي كابتن ماهر همام، بشكر حضرتك شكرا على وجودك معانا. شكرا جدا جزيلا، شكرا حبيبي. وأشكر أيضا نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن فوزي سكوتي، بشكرك كابتن فوزي. شكرا كابتن محمد، وأسعدتنا بوجودكم معانا.
شكرا حبيبي، سعداء بوجودك، ربنا يخليك والتوفيق للنادي الاهلي باذن الله يا رب. ان شاء الله يكون موفق في مباراه الغد ويقدم العرض المناسب فنيا بالشكل المرضي للجماهير وايضا النتيجه اللي ترضي جمهور واعضاء والمسؤولين في النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري. وصلنا مع حضراتكم لختام هذا الحوار وهذه الحلقه من حلقات استاد الاهلي. شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.